بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس أحمد محسن في الحلقة رقم 8 من سلسلة حلقات تراك الـ MCITB مادة الـ Infrastructure. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في 2 موديول، موديول حاجة اسمها Configuring Availability، والموديول التاني هنتكلم على حاجة اسمها DFS أو الـ Distributed File System. ازيكم يا شباب؟ بس في البداية كنت عايز أتأكد إن الصوت تمام، مفهوش مشاكل، مفيش تقطيع، مفيش ديلي، والصورة تمام، مفيهاش أي مشكلة زي المرة اللي فاتت. طيب تمام، الحمد لله، الناس كلها بتقول الصوت تمام. في حد من الناس اللي بتحضر أول مرة يحضر أو مش متابع معانا الحلقات القديمة؟ طيب في حد عنده مشكلة في الحلقات اللي فاتت، في جزئية ما فهمهاش، شايف ان في جزئية ان احنا ما غطيناهاش كويس او ما اتكلمناش فيها؟ بالنسبة للناس اللي اول مرة بتحضر النهاردة، الحلقات موجودة متسجلة على اليوتيوب وعلى المنتدى، وموجودة اللينكات بتاعتها على الصفحة بتاعتنا اللي اسمها اي ليرنينج على الفيسبوك. هنحط لكم اللينكات ان شاء الله، الدعم الفني حط لكم اللينكات، ولو حد عنده اسئلة او استفسارات ممكن يخش على المنتدى. مفيش مشكلة بالنسبة للي بيحضر، احنا لسه في أول مادة من التراك بتاعنا اللي هي مكونة من 3 مواد. وبالنسبة للحلقات اللي فاتتك ممكن تروح تتابعها يعني على المنتدى زي ما قلت لك يعني إن شاء الله. طيب بالنسبة للناس القديمة اللي متابعين معانا من الأول، في حد عنده مشكلة في أي جزئية من الجزئيات اللي فاتت؟ النهارده الحلقة اللي قبل الأخيرة من المادة الأولانية بتاعة الانفراستراكشر، هنتكلم فيها في 2 موديول على حاجة اسمها الـ DFS، وهنتكلم على الـ Network Availability. بالنسبة للـ System Configuration Center اللي بيسأل، هو مش داخل دراستنا في التراك بتاع الـ MCITB، بس يعني ممكن هنقول عنه في الأبليكيشن كلمتين كده، وهنقول بيعمل ايه وايه فكرته وبيشتغل ازاي إن شاء الله. هو System Configuration Center ده التحديث بتاع الـ SMS، ده سيرفر عن طريقه تقدر تمانج الشبكة كلها وتعمل مونيتورنج على كل الحاجات اللي موجودة في الشبكة. ممكن تنستول مثلا سوفت وير معين عند يوزر، وطبعا اوبشن اكتر من كده. ده مبدئيا اللي بيعمله الـ System Center. طيب زي ما اتفقنا المحاضرة اللي فاتت كده، عايزين نحل بس سؤالين ثلاثة في الأول في بداية المحاضرة كده، يغطي كام نقطة في المحاضرات اللي فاتت، عشان نتأكد بس إن الناس إيه متابعة معانا أول بأول. هو أنا مش عارف أرفع الصور بتاعة الأسئلة، فهشير لكم الديسكتوب وأحاول أفتح الأسئلة عندي على الشاشة. بالنسبة للناس شايفين الشاشة بتاعتي ولا في مشكلة في الريزوليوشن؟ تمام. طيب عايزين حد يقرأ السؤال كده ويقول لنا ايه الإجابة، وانا اقرأ معاكم السؤال واحدة واحدة. بيقول لك ان انا عندي ويندوز سيرفر 2008 R2، ده احنا عاملينه VPN سيرفر وموجود دلوقتي ورا فاير وول. بيقول لك ريموت يوزر عاوز يكونكت على الـ VPN ديت باستخدام ويندوز 7،
الفايروول بتاعه شغال ان هو يقلاه بس السكيورد ويب كوميونيكيشنز. اللي مطلوب منك ان الريموت يوزر يكونكت على قد ما يقدر، وان انت من غير ما تفتح له اديشنال بورت في الفايروول بتاعتك. تفتكر هستخدم اي بروتوكول من التانلينج بروتوكولز بتاعتي علشان اكونكت على السيرفر اللي اسمه في بي ان سيرفر دوت؟ هل هستخدم الاي بي سيك، ولا استخدم الاس اس تي بي، ولا البي بي تو بي، ولا ال 2 تي بي اللي هو اللاير 2 تانلينج بروتوكول؟ مهندسة سارة بتقول ان الاجابة دي، والاستاذ يحيى بيقول الاجابة ايه. طيب يعني في تعارض دلوقتي، في ناس بتقول الاي بي سيك، في ناس بتقول ال L2 تي بي. طيب عموما ولا ايه ولا دي، هما الاثنين صح. الاجابه الصح هي البي، لان انا هستخدم البروتوكول اللي اسمه اس اس تي بي لسبب معين. السيناريو اللي موجود دوت بيقول لك ان انا عندي في بي ان سيرفر، والسيرفر ده موجود ورا الفايرول. انا عايز افتح بورت علشان اليوزر من بره يخش له. لو تفتكروا لما كنت بشرح لكم التانلينج بروتوكولز، قلت لك ان البي بي تو بي ده كان شغال على بورت معين، والال 2 تي بي كان شغال على بورت، والاس اس تي بي قلت لك من مميزاته ان هو بيستعمل في الانكريبشن بتاعته الاس اس ال، ودي شغال على بورت 443. لو قريت السؤال، السطر اللي قدامك ده بيقول لك ان الفاير وول متكونفيجر ان هو يقلاو بس السكيورد ويب كوميونيكيشن. لو تفتكر سكيورد ويب كوميونيكيشن يعني انا بتكلم في بروتوكول اتش تي تي بي اس، يبقى انا بس هفتح بورت 443. بيقول لك انا عايزك تعمل تانلينج من غير ما تفتح اي بورت تاني. السؤال بيقول لك كده، يبقى انا مجبر استخدم البورت المفتوح في الفاير وول دلوقتي اللي هو 443. مين في البروتوكولز اللي قدامي دي شغال على 443؟ مفيش غير الاس اس تي بي، لان البي بي تي بي دي شغال على 1723، والال 2 تي بي شغال على تقريبا 1701، والاي بي سيك ده محطوط هنا خدعه مش اكتر. يعني انا الاي بي سيك ده انا بستخدمه مع ال 2 تي بي، فما فيش تانلينج اسمه اي بي سيك لوحده. فانا بس عايز بجيب لك الاسئله من الامتحانات الحقيقيه اللي انت هتخشها، عايز اوريك ان السؤال هو سهل والاجابه موجوده جواه. يعني هي الاجابه موجوده في الاربع كلمات دول ولا الثلاث كلمات. بيقول لك ان الفاير وول بيسمح بس ان هو يعدي سكيورد ويب كوميونيكيشن، فمن الطبيعي كده ان انا ما عنديش بورت مفتوح غير 443، ده المتاح لي ان انا استخدمه دلوقتي. فوصلت كده ولا في حد مختلف معايا في الرأي؟ ممكن اكون انا اللي مجاوب غلط وحد شايف ان الاجابة هي اللي صح، مفيش مشكلة. هل وصلت الاجابة كده بالنسبة للسؤال دوت للناس؟ نخش للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك ان انا عندي شركة فيها اكتف دايركتوري، فيها دومين سيرفر شغال 2008، وانا مستعمل نت مسميه نت 1، وعايز اتاكد ان الادمنستريتور قادرين ان هم ياكسسوا سيرفر اسمه ار دي بي 1 شغال ريموت ديسكتوب بروتوكول. هكونفيجر النت بتاعي انه يفورورد لبورت 389 ولا 1432 ولا 3339 ولا 3389. لو تفتكروا قبل كده لما كنت كل شويه اشرح لكم بروتوكول او اتكلم عن حاجه معينه، اقول لك البروتوكول دوت او السيرفيس دي شغال عند البورت الفلاني. ويا جماعه خلي بالكم من ارقام البورتات، لان هي من الارقام اللي بيجي عليها اسئله في الامتحانات. برضه لسه الناس مختلفين مع بعض، يعني مفيش حد ثابت على اجابه. ناس بتقول دي وناس بتقول بي. ايه البورت اللي انا مطالب ان انا افتحه عندي او اخلي النت سيرفر يعمل له فورورد علشان حد يقدر يدخل ريموت ديسكتوب؟
الريموت ديسكتوب يا جماعة بيشتغل على بورد 3389 وموجودة وقلناها قبل كده في السلايد، فيبقى الإجابة دي. خش على السؤال اللي بعده. سؤال بيقول لك شركة فيها فرعين، واحد المين اوفيس وواحد البرانش اوفيس، الاتنين مربوطين مع بعض عن طريق الوان، يعني مربوطين عن طريق الانترنت. بيقول لك المين اوفيس عنده دي ان اس سيرفر شغال على دومين، 3 دومين كنترولر، وطبعا معمول ما بينه وما بين البرانش اوفيس زون ترانسفير زي ما مكتوب في السؤال. السؤال بيقول لك you need to minimize DNS zone transfer traffic over LAN link. يعني انا عندي دلوقتي zone transfer ما بين الفرعين، ما بين DNS اللي في الفرع الرئيسي واللي في الفرع التاني اللي هو branch office، وانا عايز اقلل الترافيك على قد ما اقدر لان الاثنين مربوطين في الوان لينك، والوان لينك سرعة الانترنت ممكن تكون بطيئة، فكل شوية بقى هيحصل ريبليكيشن ما بين DNS اللي في الفرع دوت وفي الفرع دوت. انا عايز اقلل الموضوع ده على قد ما اقدر، هعمل ايه في الاربع حالات اللي قدامي دول؟ على ما حد يفكر في الاجابه بالنسبه للناس اللي بتسال ان هم لسه بيتابعونا النهارده، ان الموضوع هنا مترتب على بعضه، فمش هتقدر تكمل معانا الكورس غير لما تتفرج على المحاضرات القديمه. احنا تقريبا بقالنا 7 محاضرات وكلهم متسجلين، مده المحاضره تقريبا ساعه ونص لو شلنا منهم البريك والعشر دقايق اللي في الاول اللي احنا لسه بنفتح فيهم المحاضره، يبقى تقريبا المحاضره تخش لها في ساعه ونص ولا حاجه. فممكن تتفرجوا على المحاضرات اللي فاتت، مش هتاخد منكم 3 4 ايام. ان شاء الله يوم الخميس ده اخر محاضره في الجزء الاولاني اللي هي ماده الانفراستراكشر. بعد كده هناخد بريك وليكن اسبوع او 10 ايام على حسب ما الناس نتفق معاها ان شاء الله عن طريق المنتدى، وبعد كده نرجع ندخل على ماده الاكتف دايركتوري لان هي ماده تقيله شويه، فاحنا محتاجين ان احنا ناخد بريك ما بين الانفراستراكشر والاكتف دايركتوري. طيب اللي بيسال بيقول اللي بيقول ان الاجابه سي، وفي ناس بتقول ايه. طيب اللي بيقول سي بس مش متاكد، يعني اخترنا سي على اساس ايه؟ طب خلينا نقرا سي كده مع بعض. بتقول لك ان احنا هن increase the refresh interval settings in start of authority record of zone. صح، لو تفتكروا ان انا كان عندنا حاجه اسمها refresh interval وحاجه اسمها retry interval لما كنا بنشرح محاضره الدي ان اس. refresh interval يعني كل ما يحصل عندي تغيير هبعته بعد قد ايه للزون الثاني. والله ليها، هو مثلا الديفولت بتاعه كان 3 4 ساعات، انا ممكن اغيره اخليه كل يومين ثلاثة، يبقى كل يومين ثلاثة الزون هيبعت الابديتس بتاعته من البرايمري زون لحد السكندري اللي هو في البرانش اوفيس، وبكده يبقى انا قللت الترافيك بتاعتي في عملية الزون ترانسفير. في حد عنده مشكلة في السؤال دوت او شايف ان في اجابة تانية هي الاصح؟ بالنسبة للريتراي انترفال ديت، دي انا بحددها في حالة ان انا جيت الزون بتاعي يكلم من البرايمري للسكندري ولقى ان الدي ان اس واقع، ساعتها يبدا يعيد المحاوله دي تاني بعد قد ايه؟ بعد ساعه، بعد دقيقه، بعد ساعتين، بعد يومين. دي الفرق ما بين الريفريش انترفال والريتراي انترفال. السؤال الاخير ده اخر سؤال، احنا جايب 5 اسئله بس النهارده. عندي دي اتش تي بي سيرفر اسمه دي اتش سي بي 1، وعندي ريزرفيشن معمول لكمبيوتر اسمه كمبيوتر 1، وعملت تعديل في الدي ان اس سيرفر بالنسبه للاوبشن اللي معموله على مستوى الريزرفيشن. عايز اتاكد ان كمبيوتر 1 دوت
قادر ان هو ياخد التعديلات ديت من الاوبشن بتاعه الريزرفيشن، هعمل ايه في الاربع اختيارات اللي قدامي دول؟ بكل بساطه عندي دي اتش تي بي سيرفر، عملت عمليه ريزرفيشن. طب ايه هي عمليه الريزرفيشن؟ نفتكر مع بعض ان انا عندي كمبيوتر، عايز الكمبيوتر دوت ياخد اي دي معين ما يتغيرش. مظبوط. الاجابه ايه؟ اي بي كونفيج سلاش رينيو، هي اللي احنا كنا بنكتبه الكوماند ده عند الكلاينت بحيث ان هو يروح يكونتاكت الدي اتش سي بي سيرفر يشوف ايه التعديلات الجديده عنده ويبدا يعمل عمليه ريفرشمنت او عمليه الرينيوال اللي احنا كنا بنقول عليها. طيب الله ينور يا شباب، يعني الواضح كده ان الناس ايه بتذاكر وعارفه الدنيا ماشيه ازاي. احنا قلنا النهارده هنتكلم في موضوعين، الموضوعين صغيرين مش كبار يعني، وهنختم ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم برضو في موضوعين، هنتكلم في الفايل سيرفيسز وهنتكلم في موضوع تاني متهيألي ان هو هيعجبكم وفي ناس كتير عايزه تتفرج عليه، اسمه ال WSAS. WSAS سيرفر ده السيرفر اللي انا عن طريقه بنزل الابديت على مستوى الكلاينت في شركتي، عن طريق ان السيرفر دوت هو اللي بيكونتاكت مايكروسوفت ويجيب الابديتس كلها وينزلها عنده وبعد كده يبدا يوزعها على الناس في الشبكه الداخليه بتاعته. دول الموضوعين دول اللي احنا هنتكلم عنهم في المحاضره الجايه ان شاء الله. طيب نركز شويه مع بعض بقى ونبدا بالموديول Configuring Availability of Network Resource and Content. هنتكلم في الموديول النهارده على ثلاث حاجات، اول حاجه هناخد الباك اب، بعد كده هناخد كونفيجرنج شير كوبيز، بعد كده هنتكلم على السيرفيس افيلابيليتي. ثلاث موضوعات والثلاث موضوعات صغيرين خالص وما فيهمش اي مشاكل. اول حاجه الويندوز سيرفر باك اب اوفر فيو. بالنسبه للباك اب في 2008 في شويه امبروفمنت او شويه تحسينات عن 2003 ما كانتش موجوده فيه. بالنسبه للباك اب بيقول لك ان الباك اب دوت فيتشر ما هوش رول. طبعا في اول محاضره احنا كنا بنتكلم ونقول الفرق ما بين الرول والفيتشر. الرول دي الوظيفه اللي بيقوم بيها السيرفر، على سبيل المثال مثلا كانت الدي ان اس انا معتبرها رول، الدي اتش سي بي كانت رول، في ايه تاني من الرولز عندنا؟ لسه متكلمين الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها عن الان بي اس وعن الناب. الراوتنج اند ريموت اكسس دي رول لان هي حاجه كبيره، فالحاجه الكبيره دي نقدر نقول ان دي وظيفه يقدر يشتغلها السيرفر، لكن الفيتشر كنت بقول لكم ان الفيتشر دي هي وظيفه بس اتغيرها شويه. فده الفرق ما بين الرول والفيتشر. بالنسبه للباك اب اللي احنا بنتكلم عنده النهارده هو فيتشر، فانا لما اجي انستول الباك اب مش هانستول رول، لا ده انا هفتح السيرفر مانجر وهاد فيتشر وابدا انزل الباك اب فيتشر. عن طريق الباك اب دوت انا ممكن اباك اب الداتا وارجع اعمل لها تاني ريستور في حاله ان هي كربتد او باظت او اتمسحت او حصل فيها اي تعديلات وانا عايز ارجع التعديلات القديمه بتاعتي. انا ممكن اباك اب حاجتين مش اباك اب حاجه واحده، انا ممكن اباك اب الداتا بتاعتي وممكن اباك اب الكونفيجريشن نفسها. يعني مثلا علشان ارجع الكونفيجريشن بتاعتي دي اتش سي بي والدي ان اس، فانا باخد باك اب النهارده بعد ما سطبت الدي اتش سي بي والدي ان اس وارجع تاني اباك اب. ولو تفتكروا في واحنا بنشرح الدي اتش سي بي والدي ان اس كنت بوريك منين احنا بنباك اب وين ريستور السيرفيس. في مشكلة بس في الشاشة. فالسلايد دي بيتكلمني عن ايه هو الباك اب وايه الفايدة اللي انا ممكن استفيد بيها من الباك اب. احنا قلنا كل الكلام دوت هو ويزرد انا بمر بيه وابدا اقول له انا عايز اباك اب ايه. ممكن ان انا اباك اب الهارد ديسك كله، ممكن اباك اب بارتيشن معين، ممكن شويه فولدرز انا اللي اعمل لهم سيلكت واقول انا هباك اب الفولدر دي. اظن معظم الناس يعني بتعرف تعمل باك اب على الويندوز العادي، هو مش هيفرق كتير عن الويندوز يعني. ايه الجديد في الويندوز سيرفر ما كانش موجود قبل كده مثلا في 2003؟ هتلاقيهم حاجات مش مهمه قوي، بيقول لك ان الباك اب بقى اسرع وان عمليه الريستور بقت اسهل لان هي كانت اكبر والويزرد بتاعها كبير في 2003. بيقول لك مثلا عملنا امبروفمنت في السكيدول. السكيدول ان انا احدد ميعاد ثابت كل يوم ناخد سناب شوت او ناخد باك اب من الداتا بتاعتي.
والحاجه الاهم اللي انا شايفها اخر حاجه خالص، ان انا دلوقتي اقدر اخد باك اب على دي في دي ميديا، يعني اقدر اباك اب الويندوز مثلا على دي في دي، ممكن الداتا بتاعتي اخدها اوتوماتيك على دي في دي. زمان كنت باخدها اعمل الباك اب بتاعتي مثلا من السي للدي، او اخدها على هارد تاني وبعد كده اروح احرقها على اسطوانه او اعمل لها عمليه بيرن على سي دي. لا، انت دلوقتي اوتوماتيك تروح تسلكت الداتا اللي انت عايزها وتعمل لها بيرن على الدي في دي على طول. بالنسبه لموضوع الاسكيدول، انا كنت بقول لك ممكن تبقى بالداتا دلوقتي حالا وانت قاعد، ممكن تظبط حاجه اسمها سكيدول. سكيدول يعني اقول له كل يوم الساعه 12 بالليل روح مثلا خد لي باك اب من الدي او من السي، وخليه مثلا من كل يوم، او مثلا ممكن تقول له كل شهر او كل خميس في كل اسبوع عايزك تاخد لي باك اب من الداتا على اساس ان الخميس اجازه، فتضمن ان الداتا بتاعتك استاتيك وما فيهاش تعديلات، وتقول له روح ياخد لك باك اب من الداتا دي. طيب مين الناس اللي من حقهم عندي في الدومين ان هم ياخدوا باك اب او يستعملوا الباك اب فيتشر؟ قال لك الادمنستريتور. طبعا الادمنستريتور يقدر يعمل اي حاجه، يعني في ناس تانية اسمهم السيرفر اوبريتور، وناس اسمهم الباك اب اوبريتور. الثلاث نوعيات او الثلاث جروبات دول يقدروا ان هم ياخدوا باك اب من الداتا ويرجعوا يعملوا ريستور تاني. طيب فلنفترض دلوقتي ان انا عندي واحد عايز يباك اب الداتا ما يعرفش يعمل ريستور، تفتكروا يعمل ايه؟ في حد عنده فكره من الناس اللي بتحضر؟ انا فاكر في ناس منكم بتجاوب معايا على طول لان هم ناس قدام وشغالين من ايام 2003 زي حالاتي. اعمل بيرميشن. طب هعمل بيرميشن على مين او ازاي؟ وانت قربت، هي مش بيرميشن بالظبط، انت تقصد اليوزر رايتس. تمام، هي يوزر رايتس مش بيرميشن، لان البيرميشن انا ممكن اعملها على اي يوزر، لكن اليوزر رايتس دي هنتكلم عنها في ماده الاكتف دايركتوري، انك تدي ناس زي بيرميشن زي ما انت بتقول على حاجات معينه. بس البيرميشن في فرق بين البيرميشن وفي فرق ما بين اليوزر رايتس، هما الاثنين قريبين قوي من بعض لكن في فرق بسيط. يعني مثلا في البيرميشن انا هقول الراجل ده من حقه ان هو يعمل كذا وكذا وكذا، لكن في اليوزر رايتس انا ممكن اقول اسلكت له بس، هقول الراجل ده من حقه يباك اب بس او من حقه يريستور بس. هي دي الفكره. طيب ليه انا ممكن اصلا اضطر ان انا اعمل سيناريو زي دوت؟ ليه اخلي حد يعرف يباك اب لكن ما يعرفش يعمل ريستور؟ انا جايب موظف او مهندس ايا كان، مهندس ايا كان مشغله عندي، كل شهر تاخد لي باك اب من الداتا بتاعتي، بس الراجل ده ممكن ياخد الداتا او ياخد الميديا دي ويروح يعمل لها ريستور على جهاز تاني بره، وياخد الداتا بتاعت الشركه وممكن تكون فيها ملفات مهمه، بيانات عن موظفين، بيانات عن مشاريع معينه انا بعملها. علشان كده انا بحب اظبط اليوزر رايتس بحيث ان اللي ريستور الداتا يا اما واحد من الادمنستريتور اللي انا بثق فيهم، او انا شخصيا مثلا على حسب الظروف بتاعتك. ده كان بالنسبة مين الناس اللي تعرف تبكب. وبرضه نخلي بالنا من الحاجات دي في الامتحانات بتيجي، يقول لك مين الناس اللي بيعرفوا يبكبوا. عندي حاجة اسمها السيستم ستيت، لما تيجي تبكب يقول لك انت عايز تبكب الداتا ولا عايز تبكب السيستم ستيت. مثلا فلنفترض لو انا عندي ويندوز والويندوز دوت وقع فجأة، انا هعمل ايه؟ الويندوز دوت هضطر انزل مثلا ويندوز جديده. لو انا عندي ايمج جاهزه، في فرق ما بين الباك اب والريستور والايمج، لازم تفرق ما بينهم وما بين بعض. بالنسبه للايمج زي ما كنت بكلمكم عن الار اي اس سيرفر او الدبليو دي اس، انا باخد ايمج نسخه من الويندوز اللي موجوده عندي بالبرامج بتاعتها بالدرايفرات بكل حاجه. لما باجي اعمل ريستور للايمج ترجع كلها كامله كل حاجه. لكن لو انا حاجه اسمها السيتنجز، طيب ايه السيتنجز بتاعت الويندوز؟ باخد اربع حاجات اللي موجودين قدامكم على الشاشه، باخد نسخه من الريجستري، والريجستري دي انا اتفقت معاكم قبل كده ان هي دي القلب بتاعت الويندوز او الروح بتاعت الويندوز. كل كليكه ماوس بتعملها على الجهاز هي دي بتروح تسمع في الريجستري. لو غيرت الباك جراوند مثلا دي بتروح تتعدل في الريجستري، لو غيرت شكل الايكون، لو غيرت شكل الماوس، كل الحاجات دي بتتعدل في الريجستري.
بالنسبة للباك اب انا بتكلم على الباك اب جنرال بس، يعني في على مستوى الويندوز. في باك اب تاني من نوع تاني للاكتف دايركتوري بس، او للداتابيز بتاعت الاكتف دايركتوري. ولو كملت السلايد ده كنت هتشوف الحتة اللي انا هكلمك عليها. زي ما قلت لك انا بباك اب اكتر من حاجة في السيستم ستيت. اول حاجة الريجستري، حاجة اسمها الكوم بلس كلاس، ودي ال DLL فايلز اللي هي بتكون ليها علاقة بالويندوز. باخد معايا البوت فايل، وباخد معايا السيستم فايل اللي هي اخر حاجة مكتوبة تحت. طيب الحاجات دي انا قلت اساسي انا باخدها لما باجي اخد باك اب من السيستم ستيت. طيب فلنفترض ان الجهاز اللي انا باخد عليه باك اب شغال دومين كنترولر، او هو اللي شايل الدومين كله، تفتكر هياخد معاه ايه؟ هياخد معاه الاكتف دايركتوري دومين سيرفيس داتابيز. هنا بقى الموضوع هيختلف، مش هياخد معاه الاربع حاجات الاساسيين وبس، لا ده هياخد معاه الداتابيز بتاعت الدومين كلها. ايه الداتا بيز بتاعت الدومين كلها؟ اليوزر اكونتس، الكمبيوتر اكونتس، والجروب بوليسي. هتلاقي تحت بيقول لك بياخد حاجه اسمها سيس فول دايركتوري. هنتكلم في كورس الاكتف دايركتوري ان انا عندي حاجه اسمها جروب بوليسي. لما انا احب اطبق بوليسي على مستوى الدومين، الحاجات دي كلها بتكون متسيفه في دايركتوري اسمه سيس فول. ده هياخده معاه لو الجهاز دومين كنترولر بلس الاربع حاجات التانيين دول. لو انا شغال، لو تفتكروا شرحنا المحاضره اللي فاتت واللي قبلها حاجه اسمها السي اي او الاكتف دايركتوري سيرتيفيكت سيرفيس، ساعتها هيباك اب السيرتيفيكت سيرفيس معاه. لو مثلا انا شغال ويب سيرفر ومنزل الاي اي اس، هياخد معاه الاي اي اس كونفيجريشن فايل. لو انا شغال ممبر في كلاستر مثلا، وهنتكلم في محاضره النهارده يعني ايه كلاستر، هياخد معاه الكلاستر سيرفيس انفورميشن. فيبقى انت لما تيجي تبقى عارف، لو انت هتباك اب السيستم ستيت بتاعتك تبقى عارف هو هياخد معاه ايه. هياخد معاه الاربع حاجات الاساسيه اللي انا قلت عليهم دول، وهياخد معاه لو هو شغال ايه هياخد ايه. لو هو دومين كنترولر هياخد معاه الداتابيز بتاعت الدومين كنترولر، وياخد السيس فول دايركتوري ده اللي متسيف عليه الجروب بوليسي اوبشنز. لو هو ويب سيرفر هياخد معاه الكونفيجريشن بتاعت الويب سيرفر اللي هي متسيفه على الاي اي اس وغيره. دي الشاشة اللي بتشوفها أول ما احنا نيجي نعمل باك اب. بتقول له يلا أنا عايز باك اب دلوقتي. بيقول لك هو أنت هتاخد حاجة اسمها فول باك اب. فول باك اب يعني هيباك اب الداتا اللي عندك كلها، مش هيسيب حاجة يعني. الأوبشن اللي تحتيه اسمه الإنكريمنتال باك اب. إنكريمنتال يعني هو هيشوف الفرق ما بين لما تيجي تعمل له ريستور بقى، هيشوف الفرق ما بين الباك اب اللي قبله وإيه التعديلات اللي اتعملت بعد كده. يعني شوف الفرق ما بين اول مره ودلوقتي، ويقارن الاثنين ببعض وياخد باك اب. يعني لو انت خدت مثلا باك اب من اربع فولدرات، وبعد كده جيت حطيت فولدر وجيت تاخد باك اب بعد كده اسمه انكريمنتال. الانكريمنتال ده هياخد التعديل اللي هو الفايل او الفولدر الخامس اللي انت حطيته دلوقتي. ده الفرق ما بين الفول باك اب والانكريمنتال. كاستم، كاستم انت بقى اللي هتختار بايديك. لا انا عايز ابقى بالفولدر الفلاني او ال 20 فايل دول او البارتيشن سي مثلا او دي. انت بتكستم بايديك ايه الحاجه اللي انت عايز تبكبها. ده السكيدول اللي كنت بكلمك عنه. انا عايزك بروح اكريت بايدي سكيدول. السكيدول ده بيقول ان انا هاخد كل يوم مثلا الساعة 9 بالليل، السكيدول الساعة 12 بالليل، على اساس زي ما قلت لكم ما يكونش في موظفين في الشركة مثلا. ده بالنسبة لموضوع السكيدول. طيب دلوقتي انا خدت خلاص الباك اب، بقى عايز اروح اعمل له عمليه ريستور. هيسجع فين؟ هترجعه للاوريجينال لوكيشن. اوريجينال لوكيشن يعني لو انا واخد باك اب من السي هيروح يعمل له ريستوريشن في السي، لو واخد باك اب من الدي هيرجعه للدي. وهتلاقي اوبشن تاني تحتيه اسمه انذر لوكيشن. تفتكر ليه ممكن استخدم الاوبشن بتاع انذر لوكيشن وانا بريستور؟ يعني انا خدت باك اب من الداتا بتاعتي دلوقتي ولتكن على بارتيشن الاي مثلا، وجي يوم بقى انا عايز ارجع بقى الباك اب بتاعي اللي انا اخدته ده، اعمل عمليه ريستور. ف
فالمفروض الطبيعي ان انا هروح اقول له رجع الحاجات دي على الاوريجينال لوكيشن، هي كانت على الاي، رجعها تاني على الاي. مظبوط، علشان في بعض الاحيان مثلا انا عندي مشكله في الداتا ومحتاج اعمل ريستور. طب مش يمكن الداتا اصلا اللي انا خدت لها باك اب دي بعد ما خدت لها باك اب باظت او حصل فيها تعديل وانا ما اعرفش، لو جيت ارجعها على نفس المكان اللي هي موجوده فيه الموضوع ممكن يبوظ اكتر مما اكتر ما انا كنت متخيل يعني، او تصوري كده يعني. فانا اروح احطها مثلا اعمل الريستور على جهاز تاني واشوف الداتا دي شكلها ايه، هل هي سليمه ولا كربتد ولا مالها. لقيتها سليمه وتمام التمام، ارجع بقى للمكنه الاصليه بتاعتي واروح اعمل لها اوريجينال لوكيشن. ده الفرق ما بين الاوريجينال لوكيشن والانذر لوكيشن. الاوبشنز اللي موجوده تحت ديت بقول له لو انت برجع الداتا بتاعتي لقيت النسخه ديت تعمل لها ريبليس، او لو لقيتها لا تسيبها في نفس المكان تعمل لي فيرجن 1 وفيرجن 2. يعني لو انا برجع مثلا على فايل اسمه تيست وانا موجود عندي تيست دلوقتي، فهيبقى عندي تيست 1 تيست وتيست فيرجن 2 مثلا. الاوبشن اللي موجود تحت دوت اللي اسمه سكيورتي سيتنجز، طبعا احنا عارفين ال NTFS بارتيشن بيبقى زي ما قلنا من شويه او الحلقه اللي فاتت، ان هو بحط على الفولدر بيرميشن مين من حقه يأكسس الفولدر ده ومش مين مش من حقه. فلو جيت اعمل عمليه ريستور المفروض لكون واخد معايا البيرميشن بتاعتي علشان ما تتأثرش، ما يبقاش واحد ما كانش مسموح له ان هو يشوف الفولدر ده وبعد ما ارجع اعمل عمليه ريستور لا خلاص بقى البيرميشن اتمسحت ويقدر يخش في اي وقت. طيب عايزين ننستول مع بعض الفيتشر. تعالى نريستارت مثلا الماشين دي. ده الجهاز الدومين كنترولر اللي احنا شغالين عليه كل مرة. طبعا زي ما اتفقنا احنا شغالين دلوقتي بالبرنامج بتاع الهايبر في، او الرول بتاعت الهايبر في بالاصح. قبل كده كنا شغالين على الفيرتشوال بوكس. طبعا كل واحد فيكم بيشتغل يعني على البرنامج الفيرتشوال اللي هو بيريحه، في برنامج الفيرتشوال بي سي بتاع مايكروسوفت، وفي برضه الفيرتشوال سيرفر 2005 ده بتاع مايكروسوفت، في برنامج الفي ام وير، وفي الفيرتشوال بوكس اللي انا رشحته لكم في اول محاضره لان هو صغير وسهل وما بيعملش مشاكل كتير زي الفي ام وير. هو بسيط سيمبل يعني، اي واحد ما اشتغلش قبل كده ببرنامج فيرتشواليزيشن ممكن يبدا بالبرنامج دوت. شرح الهايبر في المفروض ان هو مش موجود في السيرفر ادمن، هو موجود شويه في الانتربرايز ادمن، ده غير ان في ماده لوحدها بتشرح يعني ايه هايبر في، زي السيستم كونفيجريشن سنتر اللي كان بيسال من شويه، في ماده مختصه بس بتتكلم على السيستم كونفيجريشن سنتر وايه وبتشتغل ازاي وبسطبها ازاي ببدا اشتغل بيها ازاي. لكن هنيجي نتكلم في مثلا في شويه على الاي اي اس، فين بيتكلم مثلا على الهايبر في زي ما قلنا، لكن بيديك مقدمه بس مش اكتر يعني.
المطلوب مننا دلوقتي ان احنا ننستول الفيتشر بتاعه الباك اب زي ما اتفقنا كل مره. ممكن افتح السيرفر مانجر من هنا او من تحت من جنب قائمه ستارت، هلاقي رول وهلاقي فيتشر، اعرف ايه اللي متنستول دلوقتي عندي على الجهاز من الرولز ومن الفيتشر، وممكن اضيف اي واحده من الاثنين دول. اقول له add feature وانزل ادور تحت، هلاقي ويندوز سيرفر باك اب فيتشر، اسلكتها واقول له انستول. ممكن تاني هتقول له انا عايز اخد فول باك اب من السيرفر بتاعي، وممكن اقول له كاستم، يبدا يقول لي انت عايز تاخد باك اب من ايه، عايز تاخد باك اب من السي بارتيشن ولا من الدي ولا من السيستم ستيت. ممكن اعلم على اكتر من واحده من دول واقول له انا عايز مثلا باك اب السي والدي، ممكن اقول له لا والله انا عايز باك اب السيستم ستيت بس مش اكتر، عايز اخد الكونفيجريشن بتاعه الويندوز عشان لما اجي انزل ويندوز جديد ارجع السيستم ستيت بتاعتي، فكل الكونفيجريشن وكل السيتنجز بتاعتي ترجع تاني. طيب تحب اخد لك باك اب من السيستم ستيت كل يوم الساعه 9 ولا تحب اظبطها لك مثلا كل قد ايه؟ بالنسبة للباك اب ده انت هتحطه على الهارد ديسك بتاعك ولا هتباك اب على فوليوم تاني ولا تحب تباك اب على شيرد فولدر موجود عندك على النتورك الناس كلها بتباك اب عليه، وتبدأ تشاور له على الديسك. لو انا اخترت الاوبشن الاولاني او اقول له خد على الفوليوم مثلا اللي اسمه دي، او هنا واختار الاوبشن ده واقول له الشيرد فولدر او السيرفر التاني ده موجود اللوكيشن بتاعه فين، واكتب له باك سلاش باك سلاش اسم السيرفر اللي انا هبكب عليه واسم الشيرد فولدر، وهدوس نيكست ويبدا ياخد باك اب ويرمي الناحيه التانيه. لو انا عندي باك اب بقى وعايز اريكفر، ده الويزرد بتاع الباك اب، اروح اشاور له على اللوكيشن، ممكن اروح اجيب بقى من ريموت شيرد فولدر او اجيب من على اللوكال درايف بتاعي. لو هي موجوده على الدي او على الاي او غيره مثلا، يعني الباك اب والريستور احنا لسه هنرجع نتكلم عليها تاني في الماده الثالثه بتاعتنا، يعني اكتر من شويه يعني النهارده، بس هو تعريف مش اكتر يعني بالنسبه لعمليه الباك اب وعمليه الريستور. نرجع تاني للسلايدز، تكمل السلايدز بتاعتنا. ليسون 2 بقى بيكلمني على حاجه اسمها شادو كوبي.
بالنسبة للشادو كابي، بيقول لك الشادو كابي دي انا ممكن اعمل بيها حاجة زي الباك اب، بس هي مش بديل للباك اب، بس هي بتساعدك في حاجة. ان انت من شوية زي ما قلت لك عندك برنامج، البرنامج دوت باظ او اتمسح وكان موجود عندك على شيرد فولدر، كان عندك الداتا بتاعت يوزر معين اتمسحت، ساعتها هتعمل ايه؟ انا من شوية قلت لك ان احنا اهمية الباك اب، والمهم موضوع الباك اب ده انك كل كام يوم تاخد باك اب بصوره دوريه، عشان لو الداتا بتاعتك اتمسحت او يوزر عندك في الشركه اتمسحت. طيب لو يوزر بقى اتمسح منه لف ولا اتنين، هتروح تريستور الداتا بتاعتك كلها او بتاعت اليوزر كلها علشان خاطر الموضوع ده؟ طبعا الكلام ده مش صح، انا عايز اسهل عمليه الريستوريشن. فعلشان كده انا عندي حل بديل اسمه الشادو كابي، بس الشادو كابي ده مش بديل لعمليه الباك اب. اهم حاجه لازم تكون فاهمها ايه، اول معلومه لازم تكون فاهمها بالنسبه للشادو كابي، ان الشادو كابي ده بيتعمل له انيبل، يعمل له انيبل على مستوى الفوليوم. هتلاقيه بيقول لك تحت اهو الانيبل بير فوليوم، يعني تفتحه على مستوى السي او الاي او الدي، ونوت ريبليسمنت فور ريجولار باك ابس، يعني ما هواش بديل خالص لموضوع الباك اب، لكن هو سهل لك ان انت تعمل عمليه باك اب وريستور كتير زي ما قلت لك من شويه. طيب الليميتيشن بقى بتاعت انا اقدر اخد الشادو كابي على مساحه قد ايه؟ الكلام ده بيبقى الليمت بتاعه على قد الهارد ديسك بتاعك، يعني لو انت عندك 50 جيجا دلوقتي تقدر تاخد شادو كابي من الداتا بتاعت اليوزرز لحد ما تملى ال 50 دول، اكتر من كده مش هينفع. الشادو كابي بينزل برضه ليه ديفولت سكيدول، ان هو كل يوم بياخد الساعة 7 بياخد نسخة او بياخد حاجة اسمها سناب شوت. يعني انا بعمل سكيدول كل فترة زمنية يروح ياخد سناب شوت من الداتا اللي متشيرة بتاعة اليوزرز اللي موجودة على بارتيشن معين، وليكن بارتيشن اي، بحيث لو اليوزر بعد كده عمل حاجة غلط زي ما هنشوف كمان شوية، انا بروح على الفولدر بتاعه دوت اللي هو حاطط جواه الداتا، مش انا اللي هروح بقى، هو اليوزر نفسه. انا ميزة الشادو كابي عن الباك اب في حاجه، دلوقتي لو الداتا بتاعت الراجل او موظف عندي اتمسحت هيعمل ايه؟ هيتصل بيا، الحقني يا ادمنستريتور تعالى شوف لي المشكله ديت، الداتا بتاعتي اتمسحت. هروح بقى اجيب الديفيديهات ولا اشوف الباك اب بتاعي موجود على انهي شيرت فولدر زي ما كنت بقول لك من شويه، وابدا بقى اقعد اعمل له عمليه ريستور. ضيع لي ساعتين ثلاثه من الشغل بتاعي، وانا كان نفسي اعمل حاجات ثانيه وكان نفسي اخرج النهارده واروح السينما. ميزه الموضوع دوت ان اليوزر نفسه هو اللي بيتصرف، انا مش محتاج بقى لا يندهني ولا يتصل بيا ويقول لي تعالى خد باك، تعالى اعمل لي ريستور للباك اب اللي انت كنت واخده دوت. كل اللي هيعمله الراجل ده ان هو هيرايت كليك وهيشوف تاب موجود اسمه بريفيوس فيرجن، ويشوف يجيب الفيرجن القديم من الفايل بتاعه اللي هو موجود، اللي هو اتمسح مثلا او اتحصل فيه تعديل بالغلط او غيره من الموضوع دوت. وزي ما قلت لك ان الموضوع دوت الليميتيشن بتاعته بتكون محدوده بمساحه الهارد ديسك او الفري سبيس اللي فاضيه على الهارد ديسك. المفروض ان احنا نروح نكونفيجر، شير لك الديسك توب، لو جينا بصينا هنا دخلنا في ماي كمبيوتر، وجينا مثلا على بارتيشن الدي، ورحت رايت كليك بروبرتيز، هتلاقي حاجة تاب موجودة عندك اسمها شادو كابي. هو باي ديفولت ديسيبلد على كل البارتيشن، على السي والدي والاي وكل البارتيشنز اللي موجودة عندك. انا دلوقتي عايز اعمل له انيبل على مستوى البارتيشن بتاع الدي، هقول له انيبل، هيقول لك دلوقتي انت هتنيبل الشادو كابي وهيتطبق عليك الديفولت سكيدول وشويه معلومات كده بيقول لك عليهم، هقول له اوكي. خلي بالك بقى من اللي هيحصل دلوقتي، دلوقتي الشادو كابي بتاعتنا انيبل، واخد لك اول سناب شوت. اول حاجه بيعملها لما بيتنيبل بياخد لك سناب شوت دلوقتي الساعه 11:46 دقيقه، بس الساعه مش مظبوطه يعني الجهاز ده، ما علينا. وممكن لو انا كل شويه عايز في وقت غير السكيدول اروح اقول له كرييت ناو، لو عايز امسح سناب شوت، يعني دي السناب شوت اللي هو خدها لي دلوقتي انا عايز امسحها،
كده اتمسحت. طب انا عايز اخد سناب شوت من من الستيت اللي انا واقف عليها دلوقتي، هقول له كريت ناو، ياخد بالتوقيت الجديد. لو انا عندي 5 6 7 سناب شوت بقى مثلا، ممكن اروح للسناب شوت بتاعت امبارح على اساس ان اليوزر هو مسح الفايل اللي قلنا عليه ده من شويه، واقول له ريفيرت، يرجعني للستيت بتاعت امبارح، يعني كل التعديلات اللي حصلت من النهارده لامبارح يرجعني ليها تاني. ده مثلا تعالى كده نجرب الموضوع ده بايدينا عملي. دلوقتي احنا عملنا انيبل والراجل واخد سناب شوت، تعالى ندخل هنا ونكريت تكست فايل مثلا نسميه تيست، وندبل كليك عليه ونكتب مثلا الدارين ويلكم الدارين مثلا اي حاجة ونسيبه. تعالى بقى نرجع ناخد ايه سناب شوت من البارتيشن ده، هقول له خد لي سناب شوت دلوقتي حالا من الاستيت الجديدة. هقول بقى ان في واحد جه بكرة وفتح الملف بتاعي ودخل وقعد يكتب اي داتا، المهم نبوظ الشغل بتاعي، راح مسيف عليه. طبعا انا هاجي تاني يوم الاقي الداتا بتاعتي بايظه، واجي افتح الفايل هلاقي ان الدنيا بايظه خالص والداتا اللي انا كنت مسجلها كلها اتغيرت. هروح على سيبك من البارتيشن بقى، تعالى نقف من جوه. ده اللي هيعمله اليوزر، كل اللي هيعمله رايت كليك على الفايل اللي اسمه تيست وهيعمل بروبرتيز، هيلاقي تاب موجود فوق اسمه بريفيوس فيرجن، هيلاقي متسجل عنده ان هو كان واخد سناب شوت قبل كده في التوقيت الفلاني، او مثلا لو هو تاني يوم هيلاقيه بتوقيت امبارح. طيب عندي تحت حاجه اسمها اوبن وكوبي وريستور. اوبن وريني كده كان ايه اللي مكتوب جوه في التوقيت ده، كان فعلا دي الداتا بتاعتي اللي انا كنت مسيرها امبارح، ويلكم الدارين، مش الداتا البايظه اللي انا لسه شايفها دلوقتي. طيب ايه بقى كوبي وريستور؟ ريستور لو دوست عليها دلوقتي هيربليس الاستيت القديمه بالاستيت الجديده اللي هي كانت بايظه. طب فلنفترض بقى انا عايز ارجع الداتا القديمه كانت متسيفه واسيب الجديده برضه ما عدلش فيها، هقول له كوبي وهروح اختار النيو لوكيشن اللي انا هرمي فيه الداتا بتاعتي. ده الفرق ما بين الثلاثه دول. الاوبن الاول انا بفتحها عشان اتاكد، عشان ممكن يكون عندي 20 تعديل قبل كده، فانا عايز افتح ال 20 دول واشوف انهي واحده فيهم اللي انا عايز اجيبها بالظبط. دي بكل بساطه موضوع الشادو كوبي، وزي ما قلت لك دي بتعمل لها انيبل على مستوى البارتيشن بحيث ان هي تاخد سناب شوت كل فتره زمنيه معينه لليوزر. بالنسبه للويندوز 2000 والويندوز اكس بي، ما اظنش ان في حد فينا دلوقتي شغال بالانواع دي من الويندوز، ممكن الاكس بي ماشي، ده مش هتلاقي فيه البريفيوس فيرجن، لازم تخش على الانترنت وتداونلود حاجه اسمها بريفيوس فيرجن كلاينت وتسطبها عندك. ده الاكس بي تقريبا اللي قبل سيرفيس باك 3. عمليه الريستوريشن لسه عاملينها بايدينا، لما بتخش على التكست فولدر، تكست فولدر مثلا، وترايت كليك وتجيب بريفيوس فيرجن علشان ترجع للستيت القديمه بتاعتك قبل ما الداتا بتاعتك تبوظ. واحنا عملنا ديمونستريشن وعملنا عمليه ريستور للشادو كوبي القديمه بتاعتنا. اخر حاجه هنتكلم فيها قبل ما نطلع بريك 10 دقايق وبعد كده نرجع نكمل، ان انا كنت بشرح لكم موضوع الباك اب والشادو كوبي. عايزين نتكلم على حاجه اسمها النتورك لود بالانس وحاجه اسمها الفيل اوفر كلاستر. طبعا خدنا بالنا قبل كده واتكلمنا في كذا حلقه قديمه ان انا لما باجي اكونتاكت www.yahoo.com انا مش ببعت الريكوست بتاعي لمكنه واحده، انا بكلم جروب او كلاستر او مجموعه من السيرفرات، هم مربوطين مع بعض بتكنولوجي معينه. التكنولوجي دي قد يكون مثلا هي النتورك لود بالانس. لما بتكلم مش بتكلم مع اي بي واحد، انا بتكلم مع اكتر من جهاز، بس الاجهزه دي ظاهرين لي طالعين لي على ان هم جهاز واحد،
طب الكلام ده حصل ازاي؟ لو جيت تبص على الشكل اللي قدامك ده بيكلمك على النيتورك لود بالانس، ادي كلاينت، الكلاينت دوت عاوز يتكلم مع سيرفر معين. احنا عايزين نعمل حاجه اسمها فول توليرانس او لود بالانس، بحيث لو في سيرفر من السيرفرات دي وقع، انا كيوزر لما اجي اخش على ياهو ما ينفعش الاقي الويب سايت بتاع ياهو وقع. لا، الناس دي عندهم وليكن مثلا 20 سيرفر بيستقبلوا ريكوستات من اليوزر كلها، فلو وقع سيرفرين ثلاثه مفيش مشكله، انا لسه عندي 17 تانيين ممكن يردوا عليا. وفي نفس الوقت عشان يهندلوا عمليه الترافيكس الكتيره اللي بتطلع من اليوزرز علشان يستحملوا العدد الكبير ده، شوف كام مليون واحد بيدخل في اليوم بس على الويب سايت بتاع ياهو، فلازم يوزع اللود دوت على السيرفرات بتاعته. فعلى سبيل المثال عندك كلاينت موجود عندك على الشمال اهو، بعت ريكويست لاربع سيرفرات ما بينهم وما بين بعض لود بالانس، لكن اللي هيرد عليه على الريكويست بتاعه هو واحد بس. طيب الكلام ده هيحصل ازاي؟ قال لك ان الاجهزه او السيرفرات اللي قدامك دي كلهم واخدين اتنين اي بي، واحد اسمه ديديكيتد اي بي والتاني اسمه فيرتشوال اي بي. اللي هتلاحظوا معايا في الرسمه دي ان الديديكيتد اي بي مختلف في كل جهاز عن التاني، اللي فوق واخد 1.2 واللي بعده 1.3 واللي بعده 1.4 واللي بعده 1.5، انما الفيرتشوال اي بي بتاع الاجهزه كلها ده اي بي ثابت واحد ما بيتغيرش، وهو ده الاي بي اللي بيكونتاكت بيه الكلاينت الكلاستر او اللود بالانس اللي موجود فيه الاجهزه دي. النوع الثاني اسمه الفيل اوفر كلاستر. خلينا نروح للوايت بورد عشان احاول اوضح لكم الفرق ما بين النتورك لود بالانس وما بين الفيل اوفر كلاستر. هقول ان انا عندي سيرفرين، ده مثلا اسمه سيرفر 1 والتاني اسمه سيرفر 2 واللي تحت ده حاجه اسمها سام ستورج. هقول لكم بتعمل ايه دلوقتي اذا ما كنتش عارفينها. يعني هنقول ان الفرق، احنا من شويه اتكلمنا على النتورك لود بالانس، ان انا عندي اكتر من سيرفر ويبقى ليهم حاجه اسمها الفيرتوال اي بي، وانا ككلاينت بكونتاكت الاي بي ده، وواحد من الاربعه هيرد عليا لان هم بيكونوا شغالين بالجوريزم معين بيتفقوا مع بعض كده، انا هرد رقم واحد وانت هترد رقم اثنين وانا هرد رقم ثلاثه وهكذا، بيتفقوا مع بعض بالجوريزم معين، انا ماليش تدخل فيه كادمنستريتور، انا مجرد بس بهانستول عليهم النتورك لود بالانس كلهم وهم بيبداوا يشتغلوا بيتصرفوا مع بعض علشان يوزعوا اللود زي ما انا كنت بقول لكم من شويه. اما عمليه الفيل اوفر كلاستر بتكون مختلفه شويه. مختلفه شويه ازاي؟ انا عندي دلوقتي في المثال اللي انا حاطه لكم قدامكم دوت على الوايت بورد عندي سيرفرين، سيرفر 1 وسيرفر 2، وعامل ما بينهم حاجه اسمها فيل اوفر كلاستر. في الحاله دي هيبقى في سيرفر واحد هو اللي اكتف والتاني هيكون باسيف، يعني سيرفر 2 ده هو فعليا مقفول، يعني السيرفر ده مش هيكون شغال دلوقتي، وسيرفر واحد ده هو اللي صاحي وشغال وعمال يرد على اي كلاينت بيطلب منه، مثلا ممكن يكون ويب سايت مثلا واليوزر بيأكسسه، ممكن يكون داتابيز بيبعت لها كويري بيشوف اي حاجه معينه منها بيرتريف منها داتا على حسب. مثلا اللي في النص ده حاجه اسمها سام ستورج او نتورك اكسس ستورج او ستورج اكسس نتورك، ده بيبقى حاجه كده نوع معين من الهاردات ممكن تخشوا تعملوا سيرش عليه للنتورك، ده بيبقى زي راك كده كبير متوصل بيه هاردات بشكل معين، عامل زي الهارد الاكسترنال بتاعك ده كده، بس ده تقدر تكونكت من عليه عن طريق النتورك، يعني بيبقى راكب له من هنا كارت ايثرنت مثلا ومن الناحيه الثانيه دي كارت ايثرنت عشان يكون كونكتد بالسيرفرين دول، بنسميه لسان الستورج. دلوقتي الكلاينت هنقول ان هو بيكونتاكت سيرفر 1 وعمال ياكسسه زي ما اتفقت معاكم من شويه، بعد ساعتين السيرفر ده وقع، والديفايس وقع سيرفر 2 هو اللي هيقوم يشتغل وهيبقى هو الاكتف لحد ما سيرفر 1 ده الادمنستر يحل المشكله اللي فيه ويشوف ايه كانت مشكلته.
هنا بيشرح الكلمتين اللي انا قلتهم دول والهاردوير ريكويرمنت علشان تعمل فيل اوفر كلاستر، السيرفرات اللي هتعمل ما بينهم الكلاستر، الاستورج اللي عن طريق النتورك اللي انت كنت حاططها من شويه اللي انا سميتها سان ستورج، كارت النتورك اللي هيكون موجود سواء في السيرفرات او في الاستورج ميديا دي نفسها. وبس دي كانت اخر سلايدز في الموديول الاولاني اللي انا كنت بتكلم عنه. طيب دلوقتي انت اتكلمت عن اتنين تكنولوجي، واحده اسمها نتورك لود بالانس والتانيه اسمها فيل اوفر كلاستر. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ طب تفتكر ايهما افضل؟ طبعا في ناس هتقول دي احسن ودي لا، دي مش حلوه، ده التانية هي الاحسن. في كل حاجه احنا بنعملها في الحقيقه او كل تكنولوجي بتنزل بتكون نازله لكيس معينه او تنفع معايا في حالات معينه في الشغل بتاعي. مثلا الفيل اوفر كلاستر ممكن تكون مكلفه بالنسبه لي، والنتورك لود بالانس رخيصه لان انا مش هروح اشتري السان ستورج اللي انا كنت بكلمكم عليها من شويه دي. في ناس تانية ممكن يكون بالنسبه لها الحل دوت هو الانسب. لكن المايكروسوفت بتقول لنا في الكورس دوت او في السلايدز ديت ان انا لو هستعمل حاجه بتقدم سيرفيس ستاتيك، يعني ويب بيج مثلا عليها شويه داتا ما تتعدلش او ما تتغيرش، ساعتها انا هستخدم النتورك لود بالانس. اما لو كانت الداتا بتاعتي دايناميك يعني داتا بيز وبتغير فيها كل شويه تعديلات من يوم للتاني من ساعه للتانيه، ساعتها انا مضطر استعمل الفيل اوفر كلاستر. لان الفيل اوفر كلاستر زي ما احنا شايفين في الصوره دي، انا عندي سيرفر شغال، السيرفر ده عمال ياخد الريكوستات من اليوزر وينزل يقرا من الاستورج وياخد الرد ويرجعه له. في حاله ان السيرفر ده وقع، الكلاينت ده او الكلاينت اللي بعده هيتفورورد اوتوماتيك على سيرفر 2. هو سيرفر 2 كان يعرف اصلا اي معلومات اليوزر القديم كان بيتكلم عنها، او يعرف اصلا الحاجات دي كانت بتتسيف فين، هيروح يكونتاكت بقى الهاردوير او الاستورج دوت ويبدا يقرا منها اخر حاجه سايبها سيرفر 1. فده الفرق ما بين اللود بالانس والفيل اوفر كلاسترنج. فلو انت هتستعمل الموضوع دوت في داتا دايناميك بتتغير كل شويه، يبقى انت مضطر غصب عنك تشتغل فيل اوفر كلاستر. اما النتورك لود بالانس انت بتستخدمه لو الداتا بتاعتك استاتيك. كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره بتاعتنا، هناخد بريك 10 دقائق، كل واحد كده يشرب حاجه يغسل وشه، ونرجع نكمل مع بعض في الموديول الثاني اللي هنتكلم فيه على حاجه اسمها الدي اف اس او الديستريبيوتد فايل سيستم. ناخد بريك ونرجع تاني يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع نكمل مع بعض محاضرة رقم 8 من مادة ويندوز سيرفر 2008 انفراستراكشر. اتمنى ان الناس كلها تكون رجعت من البريك اللي كان مدته 10 دقايق. عايزين بس نعمل تشيك على الصوت قبل ما نكمل الجزء الثاني. طيب تمام، ما شاء الله الصوت كويس النهارده احسن من المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كان صوت ونت بصراحه يعني. طيب احنا اتكلمنا في الجزء الاولاني، اتكلمنا عن الباك اب واتكلمنا على الشادو كوبي وعرفنا الفرق ما بين الاثنين، وعرفت هستخدم ده في حاله ما حصل ايه وامتى استخدم الحاله الثانيه، وعرفنا فايده الشادو كابي بالنسبه لليوزر، وكادمنستريتور هشتغل ازاي في عمليه الباك اب والريستور. الموضوع اللي هتكلم عنه دلوقتي حاجه اسمها الدي اف اس او الديستريبيوتد فايل سيستم. دي حاجه من اللي كانت موجوده برضو معانا في ويندوز سيرفر 2003، هي ما حصلش فيها غير شويه تعديلات بسيطه ما كانتش موجوده قبل كده. هنتكلم فيها على ثلاثة ليسونز. هنتكلم على الاوفر فيو بتاع الدي اف اس، بيعمل ايه وبيشتغل ايه ووظيفته ايه بالظبط. هنبدا ناخد كونفيجريشن للدي اف اس، حاجه اسمها النيم سبيس، وازاي نعمل كونفيجريشن وترابل شوتنج للدي اف اس ريبليكيشن اللي احنا هنشوفه دلوقتي هو شغال ازاي. وات از دي اف اس؟ بيقول لك ان الدي اف اس دوت هو معناه ديستريبيوتد فايل سيستم،
انا بستخدمه، لان دوت تكنولوجيا عن طريقها اقدر اعمل حاجه اسمها فولت تولرانس زي ما انت شايف على الشاشه. كلمه فولت تولرانس بتعني ان انا لو حصل اي مشكله او خلل في السيستم بتاعي هقدر اكمل شغل، او اليوزرز اللي عندي في الشركه يقدروا يكملوا شغل من غير ما الكلام دوت او الحدث اللي حصل دوت يأفكت على الشغل بتاعي. على سبيل المثال انا كنت من شويه بتكلم معاكم على النتورك لود بالانس وعلى الفيل اوفر كلاسترنج، بقول لك عندي سيرفرين، واحد اكتف وواحد باسيف. في حاله ان سيرفر من الاثنين وقع، الباسيف هيتحول لاكتف وهيقوم يشتغل واليوزر مش هيحس بحاجه. في موضوع النتورك لود بالانس انا عندي خمس ست سيرفرات كونكتد ببعض، واليوزر شايفهم كحاجه واحده، كل اللي عليه ان هو بيكتب اسم ويب سايت او اسم سيرفر مثلا عنده في البراوزر بيكونكت، وهو مش داريان هو بيكونكت على كام سيرفر زي ما كلنا بنخش على الانترنت. في حاله ان في سيرفر او اتنين حصل فيهم دروب، انا كيوزر مش هتاثر بحاجه، لكن برضو لسه شغال والخدمه شغاله معايا مفيش مشاكل. بالنسبه مثلا لو نبص عندنا في الهارد ديسك، عندنا الميل الهارد ديسك الداتا بتاعته تبقى موجوده على اتنين هارد ديسك. الويندوز مثلا لما باجي انزله بعمل له ميرور، يعني النسخه بتبقى موجوده في الهارد الاولاني وهي هي موجوده في الهارد التاني، بحيث لو هارد من الهاردين باظ انا لسه ستيل الاوبريتنج سيستم قايم وقادر اشتغل على الكمبيوتر ومفيش اي مشاكل عندي. كل الامثله دي بتمثل لي معنى كلمه فول تولرانس زي ما انا قلت لكم من شويه. بالنسبه للدي اف اس تكنولوجي هنلاقيها ان هي بتتكلم عن حاجتين، حاجه اسمها الدي اف اس نيم سبيس وحاجه اسمها الدي اف اس ريبليكيشن. الدي اف اس نيم سبيس، عشان نشرح الكلمتين دول بس خلينا الاول ناخد مثال على الشاشه بتاعه الوايت بورد بتاعتنا. هقول ان انا عندي 3 سيرفر، عندي 3 سيرفرات، انا عندي شركة ليها اكتر من فرع وعندي فولدر متشير في كل فرع موجود فيه السالري او المرتبات بتاعة الموظفين، بحيث المحاسبين يقدروا يخشوا ويشتغلوا الشغل بتاعهم في الفايل ده. دول 3 فروع مختلفة في 3 أماكن مختلفين جغرافيا. هقول إن السيرفر مثلا ده اسمه X1 وعندي سيرفر تاني X2 وX3 وعندي 3 شيرد فولدر Y1 Y2 Y3. دلوقتي انا كيوزر انا شغال محاسب ومحتاج ان انا اكسس الشيرد فولدر بتاع السالري دوت، وفي نفس الوقت انا عايز اعمل فول تولرانس، فرحت واخد نسخه من اللي موجودين في الفرع عندي اللي هو اسمه X1 ده، ورحت حطيت نسخه في الفرع التاني علشان لو في محاسبين هناك يشتغلوا على نفس الفولدر اللي انا مشيره، ورحت حطيت نسخه في الفرع التالت، بحيث لو في نسخة طارت من أي فرع أقدر أروح أخد باك اب من أي فرع من الفروع التانيين. ده على افتراض إن الثلاث فروع ما هماش كونكتد مع بعض، فمش قادرين يخشوا على شيرد فولدر واحد، أو سواء كانوا هما كونكتد مع بعض عن طريق الإنترنت أو عن طريق في بي إن، فأنا برضو عامل نفس الشيرد فولدر موجود في الثلاث فروع، لأن لسه كنت بقول لك لازم يكون عندي حاجة اسمها فول توليرانس في حالة إن في خلل في السيستم بتاعي أو في أي مشكلة، لازم يكون عندي باك اب من الداتا بتاعتي. كمثال يعني ابسط مثال ليهم. الدي اف اس بقى التكنولوجي عملت لي ايه في الموضوع دوت؟ قالت اليوزر دلوقتي اللي جاي من بره دلوقتي هو محتاج علشان ياكسس الشيرد فولدر ده يكتب عنده يفتح مثلا رن يكتب باك سلاش باك سلاش السيرفر نيم اللي هو X1 وبعد كده يكتب اسم الشير نيم اللي هو اسمه Y1، يعني علشان ياكسس الشير هنا محتاج يكتب كده عنده في الرن باك سلاش باك سلاش X1 سلاش Y1 وهكذا. القاعدة دي هتنطبق على أي سيرفر هو عاوز يكونكت عليه ده في حالة إن الفروع مع بعضها كونكتد مثلا زي ما كنت مديكم مثال من شوية.
انا عايز ابسط العمليه دي واخليها سنترلايزد شويه. كل اللي انا هعمله هجيب جهاز وعليه سيرفر مثلا، وليكن الجهاز ده، وهنزل عليه حاجه اسمها النيم سبيس. هنزل طبعا الدي اف اس رول اللي انا كنت بكلمكم عنها من شويه. وبعد ما اعمل الخطوه دي هروح اعمل فولدر. الفولدر ده هديله اي اسم، يعني وليكن هنسميه الدارين مثلا. تمام، مفيش مشاكل لحد دلوقتي. طيب الفولدر ده انا ممكن اعمل فولدر واثنين وثلاثة، واقدر اعمل فولدرات جوه في اي فولدر من الفولدرات دي. طيب الفولدر اللي انا عملته اللي سميته الدارين ده اسمه فولدر زي ما اتفقت معاك، مفيش مشكلة. هبدأ اعمل له حاجة اسمها فولدر تارجت. يعني ايه فولدر تارجت؟ يعني الفولدر ده بيشاور مثلا على واي 3، واقدر اجي كاريت فولدر تاني مثلا هنا، واقدر اكاريت فولدر تالت مثلا هنا، واقول ان الفولدر ده ليه فولدر تارجت بيشاور هنا، واقدر اقول ان الفولدر ده ليه برضه فولدر تارجت بيشاور على واي 1. انا بقى كيوزر كل اللي انا هعمله في الدومين دلوقتي، انا شغال في دومين، كل اللي انا هعمله هفتح رن عندي واكتب باك سلاش الدومين نيم. لو انا مسميه مثلا الدارين دوت لوكال، هحط الدومين نيم دوت لوكال سلاش اسم النيم سبيس، اسم النيم سبيس بتاعي ايا كان كنت مسميه ايه، مسميه تيست مثلا. كل اللي عليا ان انا هكتب باك سلاش اسم الدومين سلاش اسم النيم سبيس، هيفتح لي كل الفولدرز اللي موجودين هنا. هلاقي فولدر مثلا هيوديني على واي 1، وهلاقي فولدر هيوديني على واي 2، وهلاقي فولدر تاني التارجت بتاعه هيوديني على واي 1. ممكن اعمل للفولدر الواحد اكتر من تارجت، يعني ممكن امسح دول مثلا واقول ان الفولدر اللي موجود اللي انا كريته هنا اللي مسميه الدارين ده ليه 3 تارجت، ليه واي 1 واي 2 واي 3، بحيث ان المحتويات اللي هنا تبقى هنا تبقى هنا. طب الكلام ده هيحصل ازاي؟ هيحصل عن طريق ان انا هاجي هربط الفروع دي، هي اوريدي مربوطه زي ما انا قلت بطريقه ما، مربوطه بقى عن طريق الوان، مربوطه في بي ان، مربوطه ليزد لاين، مش هيفرق معانا نوع الكونكشن، المهم ان الثلاثه مربوطين مع بعض. كل اللي انا هعمله هاجي هنا وهعمل ريبليكيشن ما بين الفروع دي وبعضها، ونفس الكلام برضه هيبقى في ريبليكيشن هنا ما بين، هنتكلم كمان شويه عن حته الريبليكيشن دي. فلو جه اي يوزر كريت ملف هنا هيتنقل من هنا لهنا، بحيث اي يوزر في اي فرع يقدر يشوف الملفات زي ما هي موجوده في الفروع التانيه بالظبط. اهم نقطه بس عايزك تخلي بالك منها، الجزئيه اللي انا كنت بكلمك عنها دلوقتي دي، ان الفولدر الواحد انا ممكن اعمل له اكتر من تارجت. اظن كده الكونسبت بتاع الدي اف اس نيم سبيس والدي اف اس ريبليكيشن ما عنديش فيه مشاكل دلوقتي. كده نقدر نرجع نبص تاني في السلايد، بيقول لك ان الدي اف اس تكنولوجي بتنكلود او فيها حاجتين. اول حاجه الدي اف اس نيم سبيس بتاعك ده بيبروفايد فيرتشوال فيو اوف شيرد فولدرز لوكيتد ان ديفرنت سيرفيس، يعني هو عامل لك فيرتشوال حاجه كده زي فولدر ما هواش حقيقي، هو فيرتشوال موجود عندنا على سيرفر، السيرفر اللي احنا عملنا عليه النيم سبيس، بيجمع لك كل الريسورسز اللي هي موجوده على اكتر من سيرفر تاني متشيرين. ده معنى كلمة دي اف اس نيم سبيس. بالنسبة لموضوع الريبليكيشن ده اللي بيبروفايد بقى الهاي افيلابيلتي والفول تويرنس اللي انا بقول لك عليه، بحيث لو فولدر من الفولدرات دي اتمسح انا عندي الفروع التانية موجودة فيها النسخة اللي انا الاحتياطية بتاعتي. ونفس الوقت الافيلابيلتي، اي يوزر هيكونتاكت كلمة باك سلاش الدومين نيم سلاش اسم النيم سبيس هيوديه من غير ما يدري على اي واحد من الثلاثة دول. انا مش محتاج بقى اخش على سيرفر اكس 1 الاقيه وقع ما يردش عليا، اعرف ان هو وقع اروح رايح لاكس 2، الاقيه مش شغال اروح رايح على اكس 3، ده اذا كنت انا كيوزر اصلا عارف ان في سيرفر اسمه اكس 3. انما الموضوع كله بكل بساطة ان انا هكتب من اسم النيم سبيس هيفتح لي الشيرد فولدر وانا ما اعرفش مكانه فين جغرافيا، ممكن يكون في الفرع بتاعي، ممكن يكون موديني فرع تاني زي ما هنشوف كمان شوية. ده بالنسبة لتعريف الدي اف اس
الدي اف اس بقى ممكن ينزل على سيرفر، السيرفر ده يكون موجود في دومين اللي هو نقدر نسميه ممبر سيرفر، وممكن ينزل على حاجه اسمها ستاند الون، يعني من الاخر انا منزله على سيرفر موجود في ورك جروب. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ايه المميزات والعيوب؟ طبعا المميزات كلها موجوده في الدومين بيز او السيرفر اللي شغال معايا على مستوى الدومين. الابسط حاجه، ابسط حاجه انا كنت بتكلم معاكم من شويه، اللي بيسأل ان في سينكرونايزيشن، كلمه سينكرونايزيشن دي هي الريبليكيشن، يعني اي تعديل بيحصل في اي فولدر من الفولدرات دي بيسمع في بقيه الفولدرات في بقيه الفروع. وهنرجع لسه هنقول نتكلم تاني عن موضوع السينكرونايزيشن او عمليه الريبليكيشن دي. اليوزر دلوقتي علشان يخش على النيم سبيس، فلو هو شغال في دومين بيكتب باك سلاش باك سلاش اسم الدومين، بعد كده اسم النيم سبيس اللي انا هعمله له، طبعا هو بيبقى عارفه. في حاله الستاند الون هو بيكتب باك سلاش باك سلاش اسم السيرفر. فلو انا عندي 3 4 سيرفرات زي المثال اللي انا كنت عامله من شويه X1 وX2 وX3، لازم يكون عارف هو بيتكلم انهي سيرفر. مفيش بقى عندنا نيم سبيس، عمليه السنترلايزد مانجمنت اللي كنت بكلمكم عنها دي خلاص اختفت، ما هياش موجود. طبعا بالنسبه للستورج بتكون هنا متسيبه في الاكتف دايركتوري، هنا متسيبه في الريجستري او في الميموري بتاعته. قد ايه يوزر ايام ويندوز 2000 كانت اب تو 5000 فولدر ويز تارجت، بعد كده في 2008 قدروا يعلوها ل 50000 فولدر. بالنسبه للستاند الون هي شغاله 50000 فولدر. الافيلابيليتي ده ممكن يشتغل معايا النيم سبيس اقدر اشيله على اكتر من سيرفر، يعني لو جيت هنا في الرسمه دي انا عامل نيم سبيس، النيم سبيس ده انا عامله على سيرفر واحد، انا ممكن اعمل 3 4 سيرفرات يشيلوا نيم سبيس واحد. انا لسه بكلمكم ان احنا بنعمل الكلام ده عشان الفولت تولرانس وعلشان الافيلابيليتي وعشان غيره وغيره وغيره، فمش شرط ان انا اعمل الكلام ده على اكتر من فولدر. وفي نفس الوقت في حد بيسال دلوقتي، هو انا هعمل سيرفر في كل مدينه؟ طب فلنفترض ان انا عامل السيرفر اللي عليه النيم سبيس ده في القاهره، طيب في فرع في السعوديه وفي فرع في الامارات وفي فرع في الكويت، هو كل واحد بقى علشان يكتب عنده باك سلاش باك سلاش هيروح يكلم الفرع اللي موجود في مصر عشان يقول له هو السيرفر اللي هيروح يخش على الشير بتاعه موجود فين، مع ان السيرفر على سبيل المثال موجود عنده في الكويت، يعني في الجهاز في الفرع اللي هو موجود فيه. لا، انا ممكن اعمل النيم سبيس ده على مستوى 3 4 سيرفرات، اللي هيشيله 3 4 سيرفرات، واحط سيرفر في كل فرع وهقول ان النيم سبيس بتاعي موجود على الاربع سيرفرات دي، بحيث ان اليوزر هنشوف كمان شويه في حاجه اسمها ريفيرال، لما بيروح يسال النيم سبيس يقول له انا عايز اخش على الشيرد فولدر، يوجهه على اقرب فرع هو موجود فيه. مثلا لو كان موجود في الفرع اللي هو موجود فيه في الكويت هيوديه يدخله على الشيرد فولدر اللي عنده في الفرع بتاع الكويت، لانه غير منطقي ان هو مثلا يكون قاعد في فرع الكويت ويروح يكونكت على شيرد فولدر موجود في الامارات، ده يعني كلام ما هوش منطقي. What is DFS replication؟ يعني احنا اتكلمنا في المعلومات دي معظمها قلناها. بيستخدم حاجه اسمها differential compression. الريبليكيشن دلوقتي انا ببعت داتا من فرع لفرع، زي ما كنا بنقول شويه ممكن يكون كل فرع في مدينه، طب تخيل ان انا ببعت شيرد فولدر مثلا في داتا مساحتها جيجا، طيب الجيجا دي تخيل في مساحه الوان طبعا هتبقى بطيئه جدا. قال لك ان انا قبل ما ابعتها في عمليه الريبليكيشن انا بعمل لها كومبريشن الاول، بضغطها وبعد كده ببعتها. قال لك ان في حاجه انا بعملها بستخدم فيها التعديلات بس اللي حصلت، زي ما انا قلت لك انا عندي فولدر اسمه تيست، الفولدر ده حجمه 500 ميجا، الفولدر ده ما هو الا مثلا صوره او تكست فايل حصل فيها تعديل مثلا معين، تفتكر هروح انقل ال 500 ميجا كلها من الفرع اللي عندي في مصر لكل الفروع التانيه دي علشان خاطر تعديل بسيط انا عملته؟ قال لك لا، احنا هناخد بس التعديل، لان الكلام ده بيكون شغال على مستوى البيتس، يعني وليكن مثلا الداتا بتاعتي هي عباره عن صوره، يعني ادي مثلا هنقول صوره، الصوره دي المفروض ان هي بتوازي اي داتا في الدنيا بتكون شغاله باينري، يعني ادي الداتا دي، دي الداتا اللي انا ببعتها. هقول مثلا ان التعديل حصل في جزء من الداتا، الشويه دول بقوا مصفار،
فلما اجي اعمل عمليه ريبليكيشن مش هاخد الداتا بتاعتي كلها، مش هاخد ال 500 ميجا وابعتهم، لا ده هشوف بس النمبر اوف بيتس اللي حصل لها تعديل وهعمل بيها ريبليكيشن عشان اوفر في الباند ويدث بتاعي. ده بالنسبه لعمليه الريبليكيشن. في قاعده لازم تكون عارفها، بيقول لك اللاست رايتر وينز والايرليست كرييتور وين. لاست رايتر وينز يعني دلوقتي خلي بالك انا الفولدر بتاعي ده موجود في كل فرع وبيحصل ريبليكيشن، فمنطقي جدا ان الراجل اللي بتاع المحاسب اللي قاعد بيأدت الفايل اللي اسمه سالري قاعد بيأدت في الامارات في نفس الفايل او الفولدر اللي انا قاعد شغال فيه هنا في مصر. طيب تفتكر كده ممكن يحصل كونفليكت؟ طبعا هيحصل كونفليكت، الاتنين بيعدلوا في الفايل في نفس الوقت. طب مين اللي هيكسب في الكونفليكت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي؟ قال لك لاست رايتر وين. لاست رايتر وين يعني اخر واحد هيخلص شغل في الاتنين هو اللي هيعدل. يعني لو انا كتبت 1 2 3 وهو كتب 1 2 4 وخلص بعديه، هو اللي مخلص بعديه يبقى هو اللي هيكسب. طيب الايرليست كرييتور وين يعني ايه؟ لو انا جيت كرييت عملت رايت كليك نيو فايل وسميته احمد، وفي نفس الوقت راح هناك بعديه بدقيقه واحد عمل رايت كليك اسمه احمد، هل احمد اللي هيعملها هناك هت اوفر رايت على احمد اللي انا عملتها؟ لا طبعا، القاعده بتقول ايرليست كرييتور وين، اللي هيكريت الاول هو اللي هيكسب. ما ينفعش حد يروح يكريت في نفس الفولدر بس في مكان تاني طبعا نفسه. دي قاعده برضه لازم تكون عارفها وتخلي بالك منها عشان ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يلعبك بيه. هاو دي اف اس نيم سبيس ريبليكيشن وورك. موضوع الريبليكيشن لو جينا نبص في الصوره دي، ادي يوزر قاعد في مدينه نيويورك ويوزر قاعد في مدينه لندن عشان الاستاذ اللي بيسال من شويه على موضوع الريبليكيشن وهو هل في ريبليكيشن بيحصل ما بين الفروع وبعضها. ماشي، لو السرعه شغاله 6 ميجا، خلي بالك ان ال 6 ميجا دي ما هماش ديديكيتد بس عمليه الريبليكيشن، ده في يوزرز قاعدين بيداونلودوا وفي ناس شغالين تانية في بروجكت مستهلكين 3 4 ميجا، فبرضه انت من الصعب انك تقول ان ال 500 ميجا دول صغيرين، فمش لازم كل ما تكون الخط كبير كل ما انت تزود حجم الداتا. انت محتاج تعمل كومبريشن وانك تظبط الباند ويدث، وزي ما اوريك كمان شويه. طب انا اتحكم منين بقى في الباند ويدث بتاع عمليه الريبليكيشن دي؟ هل اخليه ياخد الباند ويدث بتوع ال 6 ميجا كلهم ولا اخليه ياخد 512؟ والله لو ال 6 ميجا بتوعك فاضيين محدش بيستخدمهم قول له استخدم الفول باند ويدث. ده طبعا يا بختك، يعني انت في 10 دقائق هتخلص عمليه الريبليكيشن لو انت بتنقل جيجا مثلا. لكن افرض بقى ان في ترافيك عالي وفي موظفين ومهندسين شغالين ما بين الفرعين وفي داتا رايحه وداتا جايه، هتعمل ايه؟ انت محتاج تقلل الباند ويدث بتاع عمليه الريبليكيشن علشان ما يبطئش عمليه الداتا ترانسميشن وياثر على الناس اللي شغالين عندك في الشركه. ده على سبيل المثال. السلايد اللي قدامنا واحد في نيويورك واحد في لندن، وادي السيرفر بتاعه بتاع نيويورك، كل واحد وعنده السيرفر بتاع الفرع بتاعه. اليوزر كتب عنده باكسلاش باكسلاش اسم الدومين، اسم النيم سبيس اللي هو اسمه ماركتنج. كل واحد من الاثنين دول بعت كلم مين بقى؟ خلي بالك راح كلم السيرفر اللي نازل عليه النيم سبيس، هيشوف هو فين السيرفر اللي عليه النيم سبيس ده ويروح يبعت له، والسيرفر ده هيبعت له حاجه اسمها ريفيرال. يعني ايه حاجه اسمها ريفيرال؟ الراجل اللي جاي من نيويورك هيبعته على السيرفر اللي موجود عنده في نيويورك، اكيد مش هيبعته الفرع في مدينه تانية ولا في دوله ثانيه عشان يروح ياكسس الشيرد فولدر اللي هناك عن طريق الوان لينك. طب ليه؟ طب ما هو ياكسسه عن طريق اللان، سواء يشتغل بقى بال 100 ميجا كلها ولا هو شغال جيجا ايثرنت بقى يشتغل بالسرعه بتاعته كلها. بالنسبه لليوزر بتاع لندن هعمل له حاجه اسمها ريفيرال وهشوف اقرب فرع ليه، هلاقي ان هو اصلا موجود في فرع لندن هعمل له فورورد او ريفيرال على الفرع اللي هو موجود فيه. اذا ما كانش عنده سيرفر في الفرع بتاعه بيحسب حاجه اسمها الكوست ويشوف اقرب فرع لمدينه او الدوله اللي هي موجوده فيها ويعمل له ريفير على هناك، يبعته على هناك. دي خطوه رقم 2، راحوا سالوا الراجل دوت اللي شايل النيم سبيس السيرفر اللي انا كنت رسمه من شويه، راح عامل له ريفيرال وودى الراجل بتاع لندن للسيرفر اللي في لندن وودى الراجل بتاع نيويورك للسيرفر اللي موجود في نيويورك، كل واحد على حسب الموقع الجغرافي بتاعه. طبعا في اكتر من سيناريو، في حاجه اسمها شيرنج اكروس تو برانشز، وعندي حاجه اسمها الداتا كولكشن، وعندي حاجه اسمها الداتا ديستريبيوشن، وعندي فرعين وكل واحد عنده شيرد فولدر وعمالين ننقل الفايلات من هنا لهنا. يعني اي تعديل يحصل في اليمين هيروح يسمع في الشمال
ونفس الكلام في الشمال هيسمع في اليمين. ده الاوبشن الاولاني. بالنسبه للاوبشن الثاني اللي هو الداتا كولكشن، داتا كولكشن يعني انا عندي برانش اوفيس وعندي الهاب سايت او المين سايت. الريبليكيشن بيبقى وان واي، يعني اي تعديل هيتعمل في فرع هيروح يسمع في الفرع الثاني، لكن العكس مش هيحصل. على سبيل المثال ان الناحيه الثانيه موظفين، انا عايز بس انا اللي اعدل عندي وهم يشوفوا التعديلات اللي بتحصل. الريبليكيشن يروح الفرع الثاني، في الفرع الثاني لو مسحوا الفولدر او البارتيشن اللي انا عملته ده مثلا خلاص هيتمسح من عندي. انما انا ممكن اعمل وان واي ريبليكيشن، ان اي حاجه اعملها عندي تسمع على الناحيه الثانيه، لكن العكس ما يحصلش. طبعا في داتا ديستريبيوشن، ان انا هعمل مين سايت ويتكلم مع الفروع. ايه بقى الانهانسمنت في الدي اف منت في الدي اف اس اللي نزلت في ويندوز سيرفر 2008 ما كانتش موجوده قبل كده؟ هتلاقي شويه حاجات ممكن ما تكونش مهمه بالنسبه لك. هتلاقيه ظبط الانترفيس، على البرفورمانس، السرعه بقت احسن، ظبط الكوماند لاين تول زي ما كنا اتكلمنا في الكور اديشن وايه فايده ان انت تستعمل الكوماند لاين تول. هتلاقيه بقى بيسبورت الفيل اوفر كلاسترنج، واظن يعني كلكم فاهمين معنى كلمه فيل اوفر كلاسترنج دلوقتي. بيسبورت حاجه اسمها ريد اونلي ريبليكيتد فولدرز، يعني انا هريبليكيت الداتا بتاعتي زي ما كنت بقول لك من شويه بشكل ريد اونلي، يعني هو يجي اديت فيها هناك ما يعرفش، انا بس عايز اكاريت عندي الملفات بتاعت السالري عشان المحاسبين يبصوا عليها في الفرع الثاني ويراجعوها، ولو في تقارير ولا حاجه هما يقولوا لي عليها انا اعدلها. عندي مثلا السلايد ده عشان ما نعدهوش كده وخلاص. ازاي تكريت نيم سبيس، وازاي تعمل فولدر، وازاي تعمل الفولدر ده تارجت، هنعمله عملي دلوقتي. عندي حاجه اسمها انيبل الكلاينت فيل باك. كلمه انيبل كلاينت فيل باك، دلوقتي في كلاينت كان مكونكت على سيرفر، الراجل اللي كان في نيويورك دوت اللي انا قلت لكم عليه من شويه كان مكونكتد بالفرع اللي هو اقرب فرع ليه في مدينه نيويورك وشغال عليه. فجأة السيرفر بتاع نيويورك ضرب او اتطفى او اتحصل له ريستارت بشكل غلط او حاجة، بيحصل حاجة للكلاينت اوتوماتيك ريفيرال كده بيروح لوحده على سيرفر تاني، دي عملية الكلاينت فيل باك. وازاي تعمل ريبليكيشن ما بين اتنين فولدرز، مين الناس اللي ممكن يتحكموا في موضوع الدي اف اس دوت، لو انت عامله دومين بيزد اللي هيتحكم فيها الدومين ادمنز، لو انت عامله حاجه ستاند الون اللي هيتحكم فيها الراجل اللي هو اللوكال ادمنستريتور. واحنا اتكلمنا قبل كده ايه الفرق ما بين الدومين والورك جروب. ممكن نروح نبص بقى عليه شويه عملي، خليني بس اظبط الكونفيجريشن. عالم السيرفر ده، انا فاتح اتنين سيرفر دلوقتي. تعال نروح على السيرفر اللي اوريدي مفتوح. وانزل طبعا الدي اف اس رول، ما هياش فيتشر زي الباك اب لان هي حاجه كبيره شويه، فهي وظيفه بيشتغلها السيرفر. انا قلت لكم منين تفرقوا ما بين الرول والفيتشر بالاسم، يعني هل هي دي حاجه كبيره ان هي وظيفه يشتغلها السيرفر. طبعا هنروح للادمنستريتيف تولز، وهنروح بعد كده للسيرفر مانجر، واقول له اد رول، واقول له نكست. هلاقي عندي رول اسمها الفايل سيرفيس،
هسلكتها واقول له نكست. هلاقي عندي حاجه اسمها الدي اف اس، في تحتيها حاجتين. قال لك ان الدي اف اس مكونه من حاجتين سب رول، حاجه اسمها دي اف اس نيم سبيس وحاجه اسمها دي اف اس ريبليكيشن. هقول له اوكي انا عايز انزل الاثنين. يقول لي تحب تكاري نيم سبيس دلوقتي واحنا في الويزرد اللي انا فاتحه لك ده، ولا تنزل الرول الاول وانت تروح تكاري الكلام ده بايديك؟ والله مفيش مشكله، وابدا انستول الرول. ده السيرفر الاولاني، ده السيرفر الثاني. اروح في الادمنستريتيف تولز وادور على حاجه اسمها دي اف اس مانجمنت. هلاقي بتقسم لجزئين، حاجه اسمها نيم سبيس وحاجه اسمها ريبليكيشن. طبعا كل اول خطوه هعملها ان انا هكريت النيم سبيس زي ما وريتكم في الرسمه اللي عملناها من شويه. هيقول لي مين السيرفر اللي هيشيل النيم سبيس ده؟ هقول له والله انا. هبدا فايند ناو. انا بدور دلوقتي، كل اللي انا بعمله ده ان انا بسيرش في الاكتف دايركتوري على الاجهزه اللي موجوده فيه. طلع لي الكمبيوترز اللي موجوده في الاكتف دايركتوري. ممكن اقول له الدي سي 1 على سنة الجهاز اللي انا فاتحه دلوقتي، هقول له ده اللي هيشيل النيم سبيس، ده السيرفر اللي هيكون مسؤول عن النيم سبيس. يقول لك انتر النيم فور نيم سبيس، النيم سبيس بتاعك عايز تعمله ايه مثلا، وتكتبه على الشكل دوت. خلي بالك بقى ان الشكل ده لازم يكون باك سلاش باك سلاش اسم السيرفر. بعد كده لو انت على مستوى سيرفر، لو على مستوى دومين هتكتب له اسم الدومين. الجهاز السيرفر اللي انا فاتحه دوت واخد اسم كونتوسو دوت كوم، ده اسم الدومين اللي الجهاز ده دومين كنترولر بتاعه. خليني اقول مثلا هعمل دوكس، اختصار للدوكيومنتس. اسف انا المفروض اكتب الاسم اللي هو الدوكس بقى على طول. بعد كده هيسالني انت بقى عايز تعمله الدومين بيزد ولا عايز تعمله الستاند الون، وقلت لكم الفرق ما بين الاثنين. هقول له والله انا عايز اعمله دومين بيزد علشان اليوزر من اي حته يكتب اسم الدومين، يعمل له فورورد اوتوماتيك على اقرب سيرفر ليه جيوغرافيكالي. هيقول لي النيم سبيس كرييتد سكسسفولي، مفيش مشاكل. كده اصبح عندي نيم سبيس اسمه باك سلاش باك سلاش كونتوسو دوت كوم سلاش دوكس. دلوقتي انا كرييت النيم سبيس. تاني خطوه لو خدت بالكم من الرسمه اللي انا كنت راسمها في الاول، اروح اعمل له فولدر. الفولدر ده عاوز يبقى اسمه ايه؟ هقول له مثلا باك سلاش باك سلاش الجهاز اللي انا موجود عليه دلوقتي، اكتب له النيم بتاعه. هيبدأ يقول لي هو فين بقى الفولدر اللي انت عايز تشيره على الجهاز ده. والله لو في فولدر عندك جاهز تقول له اوكي شيره، مفيش فولدر تقول له ميك نيو فولدر، سميه مثلا
تيست 1 تبدأ بقى انت عايز تحط بيرميشن على الفولدر اللي انت عملته ده، عايز اليوزر ياخده عليه ريد اونلي ولا ياخده ريد ورايت، ولا عايز الادمنستريتور ياخده فول اكسس واليوزر ياخده ريد اونلي، ولا مثلا عايز تدي الادمنستريتور فول اكسس واليوزر ريد ورايت، ولا تحب تكستم البيرميشن دي بنفسك وتقول له كاستمايز وتبدأ تضيف اليوزرز اللي انت عاوزهم ياكسسوه وتحط البيرميشن بتاعتك على مزاجك. اقول له اسم الشير نيم، كده انا الفولدر عندي. عايز بقى اقول له الفولدر تارجت ده اسمه ايه، ممكن ادي الفولدر عايز اقول له اد تارجت، اقول له تيست، واجي ده كده مش عايزه، واجي او رايت كليك واقول له انا عايز اضيف تارجت تاني. طيب التارجت التاني ده موجود مكانه فين؟ هقول له مثلا موجود في سيرفر تاني اسمه NYC سيرفر 1، كده اخترت غلط، هقول له اد فولدر تارجت، هقول له موجود على سيرفر اسمه ان سيرفر 1، هقول له اعمل لي شير جديد مثلا، الشير ده اسمه تيست 2 مثلا، والشير ده بيشاور في السي على نيو فولدر اسمه تيست 2، وهديله بيرميشن زي اللي انا اديته من شويه، يقول لي الفولدر ده مش موجود تحب كريته، اقول له اوكي واقول له اوكي. دلوقتي هيسالني، هيقول لي دلوقتي انت عندك اتنين اوتوماتيك من غير ما اعمل حاجه. دلوقتي انا عملت نيم سبيس، والنيم سبيس ده عملت جواه فولدر، والفولدر ده من جواه عملت له اتنين فولدر تارجت، تارجت على السيرفر اللي انا قاعد عليه دلوقتي، وتارجت تاني على السيرفر التاني اللي موجود على سيرفر اللي اسمه سيرفر 1. تحب تعمل ما بينهم ريبليكيشن؟ هقول له اوكي، كده هو بيعمل عملية الريبليكيشن بين الاتنين. بيقول لي اهم حاجه انك تقرا الايرور كويس، بيقول لك الدي اس اس ريبليكيشن سيرفيس از نوت انستولد. طيب لو جيت ابص على السيرفر الثاني سيرفر 1، هو الراجل معاه حق ما غلطش، يعني ان الجهاز ده مش نازل عليه الريبليكيشن سيرفيس، فالمطلوب مني ان انا اعمل كده. كويس ان الايرور دي حصلت واحنا شغالين عشان تبقى شفت شكل الايرورات اللي بتطلع واحنا شغالين مع بعض. مطالب كده ان انا اروح على السيرفر مانجر واد رول اسمها دي اف اس،
خلي بالك بقى من نقطة مهمة عايزك تشوفها معايا دلوقتي. دلوقتي لما افتح الرول هلاقي ان انا منزل الرول بتاعت الفايل سيرفيس اللي انا بادمنها الدي اف اس. كل اللي انا هعمله هقف على الفايل سيرفيسز وهنزل تحت على اد رول سيرفيس، لان انا قلت لك الدي اف اس هي سب رول من الفايل سيرفيس. واجي هنا اختار، هقول له انا عايز انزل الدي اف اس وادوس نيكست. هيقول لي انت عايز تعمل نيم سبيس دلوقتي، هقول له لا وادوس انستول. انا كنت بس ممكن انزل الريبليكيشن سيرفيسز لان هي دي اللي انا محتاجها عشان اعمل عمليه الريبليكيشن ما بين السيرفرين. طبعا من هنا ده ازاي تعمل ريبليكيشن جروب، انت عايز نوع الجروب بتاعك هيشتغل ايه بأنهي سيناريو من الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم. لو جيت هنا على الريبليكيشن عايزين بس نظبط الريبليكيشن الاول وبعد كده نيجي هنا. كنت عايز اوري لك الريفرالز. من هنا بتنيبل الكلاينت فيل باك اللي كنت بقول لك عليها ديسيبل دلوقتي. هنا طبعا الريبليكيشن فاضي لان مفيش ريبليكيشن شغال. المفروض كده ان السيرفر اللي هو سيرفر 1 ده كده تمام كده خلص. تعال نرجع للدي سي 1 ونمسح الاثنين تارجت اللي احنا عملناهم دول. فولدر اسمه تيست وعايز اقادله تارجت. التارجت ده موجود على تي سي 1، موجود على وليكن مثلا تيست 1، وتيست 1 ده بيشاور على السي. اعمل فولدر اسمه تيست 1 واقول له اوكي. هو اوريدي اكزيست مش مشكله، اعمله تاني وادي الناس عليه. الادمنستريتور ياخد فول اكسس وبقيه اليوزر ياخدوا ريد ورايت. تقول له اوكي كده الفولدر ضفت له تارجت. لو سمحت ضيف له كمان تارجت. التارجت ده موجود على سيرفر تاني. السيرفر التاني ده اسمه ان واي سي سيرفر واي سي سيرفر 1. هقول له نيو شيرد فولدر، اقول له اسمه تيست 2 بيشاور في السي. المفروض بقى تيست 2 القديم هنا بيشاور على تيست 2. اقول له اوكي. operation field see error in details tab. shared folder cannot be created, the name has been already shared. طيب ده test 2 ماشي، خليها test 3 مثلا. وده بيشاور على test 3 ماشي، هو عشان الاسم كان موجود بس فكان في مشكلة. يبقى تيست 1 وتيست 3 دول ما بينهم وبين بعض ريبليكيشن.
بمجرد ما اقول له اوكي بيقول لي دلوقتي اعمل لك حاجه اسمها ريبليكيشن، اقول له اوكي انا موافق واستنى. كده ما اداليش ايرور، كده طلع لي الويزارد بيقول لي الريبليكيشن جروب نيم والريبليكيشن فولدر نيم. بالنسبه الفولدرين اللي هيحصل منهم ريبليكيشن على الدومين كنترولر 1 عندك تيست 1، وعندك تيست 3 على السيرفر 1، واقول له نيكست. مين البرايمري، مين اللي هينيشيت فيهم اول ريبليكيشن مع التاني؟ هقول له الدي سي 1 ونكست. طيب شكل بقى التوبولوجي اللي انت هتشتغل بيها ايه؟ عندك حاجه اسمها الهاب اند سبوك، وخلي بالك ان هي مش شغاله دلوقتي وهقول لك ليه. عندك حاجه اسمها الفول مش، وعندك حاجه اسمها النو توبولوجي. هاب اند سبوك يعني في سيرفر هو اللي بيوزع على بقيه الفروع. طب ليه مقفول دلوقتي؟ منطقي يعني، طبعا انا شغال دلوقتي بسيرفرين، فعشان كده السيناريو ده مش هيشتغل، ان من سنجل بوينت هتوزع على اكتر من بوينت. فولي مش يعني كل الفروع زي ما كنت عامل لك في السيناريو اللي انا رسمه في على الوايت بورد في الاول، ان انا لو عندي 3 اجهزه كلهم هيوزعوا على بعض، ده اللي اسمها فولي مش. نو توبولوجي لو انت هتكستمايز التوبولوجي كل فولي. بالنسبه للاستاذ اللي كان بيسالني من شويه على موضوع الباندويث، طب انا دلوقتي عندي الباندويث في مصر بطيء جدا، 1 ميجا او 2 ميجا، فانا لو عملت عمليه الريبليكيشن دي كل تعديل بقى هيحصل كل شويه، واليوزرز كل شويه بيعدلوا، والنت بقى بطيء وعندي مشكله. هقول له خلاص انت عندك النت سرعتك مثلا 2 ميجا، خد منهم 64 كيلو بس علشان خاطر موضوع السرعه، وممكن كمان تعمل سكيدول يعني تختار مواعيد محدده، المواعيد دي هي اللي هيحصل فيها بس عمليه الريبليكيشن، وخلي المواعيد دي مثلا كل يوم بالليل بعد الساعه 12 عشان تضمن ان الموظفين كلهم هم اللي روحوا. هقول له انا عايز السرعه 64 كيلو، واقول له اوكي. هيبدا ممكن ترجع تعدل في السكيدول بتاع الريبليكيشن تاني من هنا، وهنا يبدأ يقول لك شوية معلومات ايه اللي حصل ومين عمل ريبليكيشن مع مين. وفي معلومة مهمة جدا عايزك تخلي بالك منها، مين اللي يقدر يمانج النيم سبيس. انا كنت لسه بكلمك من شوية الناس الدومين ادمنز، او لو انت شغال على لوكال سيرفر يبقى اللوكال ادمنستريتور هو اللي هيعمل له مانجمنت. طب انا ليا واحد صاحبي اسمه محمد وشغال معايا في الشركه، وعايزه هو اللي يعمل عمليه المانجمنت دي عشان انا مش فاضي ورايا شغل تاني. ممكن كل اللي انا هعمله هاجي هنا رايت كليك على النيم سبيس، حضرتك لحظه بلحظه دي، ده الاوبشن اللي انا اخترته اللي هو 64 كيلو بت، هو لحظه بلحظه بس هيستهلك قد ايه من الباندويث بتاع السرعه. انما لو كنت اخترت الاوبشن اللي تحتيه التاني اللي هو بتاع السكيدول ده اللي انا هكتب له فيه، ما تعملهاش على طول لحظه بلحظه، لا انت عاملها كل كام يوم او كل كام ساعه زي ما انا عملت من شويه. هو الديفولت بتاعك ان هو لحظه بلحظه بس، الفكره ان راح قد ايه. هو ده اللي انا عملته. ده عمليه دلوقتي احنا بنتكلم في عمليه الديليجيشن. عمليه الديليجيشن دي هقول اليوزر ده بعينه، هروح اسيرش مثلا في الاكتف دايركتوري مين اليوزرز اللي موجودين عندي، هقول عندي الادمنستريتور، عندي مثلا واحد اسمه الكسندر، هقول ان الكسندر ده انا عايزه يبقى يقدر يتحكم معايا في الدي اس اس. انا بس عايز اجرب حاجه كده سريعه، ده تيست 1 نيو تكست سميها 1 2 3. ده السيرفر 1 سي المفروض ان هي تظهر هنا بس يعني. طيب خليني نرجع تاني للدي سي 1. اكتب اسم النيم سبيس باك سلاش باك سلاش
contoso.com/docs. ده الفولدر اللي انا مكريته، اللي هو بيشاور على كل الفروع. المفروض ان انا لما افتحه يشوف اقرب فرع انت موجود ليه. بس انا كده الريبليكيشن فيه مشكلة، مش شغال. تعالى كده نبص على البروبرتيز، نشوف، نحاول نشوف المشكلة فين. ده النيم سبيس، ده الفولدر اللي انا عملته. الفولدر ده ليه 2 تارجت، وفي ما بينهم وبين بعض ريبليكيشن. الريبليكيشن بيقول ان انا بريبليكيت السي لفولدر اسمه تيست 1 مع السي على مكنة تانية اسمها سيرفر 1 اسمها تيست 3. يعني تقريبا الكونفيجريشن ما فيهاش مشكلة. لا، انا لسه كنت بتكلم في موضوع الريبليكيشن، ان ده بيحصل اوتوماتيك. انا ممكن استوب الريبليكيشن دلوقتي. ممكن اتحكم في الشيرنج بيرميشن. ممكن اعمل open in explorer. ده سيرفر 1 1 2 3، ده سيرفر 2. بس كده تمام. هو العملية بس كانت ايه تقريبا، عشان انا لقيت في السرعة نزلتها ل 64، بس ما اظنش ان هي للدرجات. يعني ده الاتنين فيرتشوال ماشيين على نفس الجهاز. تعالى كده نبص تاني. ده الجهاز اللي انا قاعد عليه. ادي السي، ادي تيست 1 انا كريت جواها 1 2 3، ده اللي انا عملته من شويه. المفروض اروح بقى عند الجهاز التاني اللي هو اسمه سيرفر 1. تمام اهو. تعالى بقى نكريت عند الجهاز التاني، ده الفرع التاني. نيو تكست دوكيمنت اسمها 456. تعالى بقى نرجع للفرع اللي قبله دي سي 1. اهو العملية لحظية، يعني انا لابست ريبليكيت ناو، ولا عملت سحر ولا عملت اي حاجة. انا مجرد اي انتري جديدة بعملها هنا. تعالى في 1 2 3 نكتب هنا في اي داتا مثلا اهي، وتعالى سيف، وتعالى نقفل. تعالى نروح على الجهاز التاني اللي اسمه سيرفر 1، وافتح ال 1 2 3. هلاقي الداتا اللي انا كتبتها هنا. كده عملية الريبليكيشن شغالة معايا تمام، وهي بس الظاهر كانت بتاخد وقت في الأول تعمل عملية initialization أو حاجة زي كده. يعني عموما ممكن أسيب لكم الموضوع بقى أنتوا تجربوا فيه وتلعبوا في الأوبشن. السينكرونيزيشن بيكون على الفولدر كله يعني. كده احنا خلصنا الجزئية بتاعت النهاردة. اتكلمنا في اكتر من موضوع، اتكلمنا في الـ DFS، اتكلمنا في الـ Failover والـ Network Load Balance والـ Availability والـ Shadow Cubes، واتكلمنا في الـ Fault Tolerance، وقلنا ايه الفرق ما بينهم وبين بعض. ان شاء الله النهاردة زي ما قلت لكم المحاضرة الاخرانية. المحاضرة الجاية هنتكلم فيها في الفايل، هنكمل مع بعض برضو شوية حاجات في الفايل سيرفيسز، وهناخد شوية حاجات هتعجبكم، وهناخد مع الموديول بتاع الـ WSOS سيرفر. السيرفر اللي انا عن طريقه بقدر ادونلود الابديتس من مايكروسوفت واوزعها على اليوزر بتوعي بشكل اوتوماتيك من غير ما اسيبهم يطلعوا على الانترنت. تقدر تحول السيرفر لصفحة ويب. مش فاهم السؤال بالظبط يا استاذ احمد. ايه انا حالا بس ايه هقفل الفيرتشوال ماشين اللي انا فاتحها، واللي عنده سؤال او عنده استفسار عن اي حاجه ايه يسال لحد ما نخلص الحلقه بتاعتنا ونكمل على المنتدى. نوقف الشيرنج، نرجع تاني بقى للسلايدز بتاعتنا وخلصناها.
تمام، انا معاكم دلوقتي. اللي عاوز يسأل سؤال في الموضوع احنا اتكلمنا عنه النهارده، حضرتك تقول انك عايز تكونكت عن طريق اي حاجه بدل الرن، مفيش مشكله، انت ممكن تفتح الويندوز بتاعك وتكتب فوق اسم السيرفر بتاعك عن طريق ممكن اسم ما يطلبوش يديهم على السيرفر الفلاني اللي هو النيم سبيس بتاعك، لا عن طريق دي ان اس مش عن طريق صفحه ويب سايت، او لو انت برضه فتحت ويب سايت وكتبت باك سلاش باك سلاش اسم النيم سبيس هيودي لك، مفيش مشكله. سواء انت قصدك اكسبلورر ولا اكسبلورر عادي ولا انترنت اكسبلورر، انت هتكونكت بالطريقه العاديه اللي انت بتكونكت بيها على اي شير، اي يوزر عندك في النتورك او في الدومين هيكتب في الاكسبلورر باك سلاش باك سلاش اسم النيم سبيس، تعمله بقى الدارين دوت كوم سلاش دوكيومنت، تعمله ايا كان تكتبه فوق في الاكسبلورر يبعتك عليه على طول. هي رن بس دي الطريقه الراندم اللي انا شغال بيها، يعني لما بحب اخش على شيرد فولدر عندي في الشركه. انا ممكن اقول لك على حاجه احسن من موضوع الويب. حضرتك تسمع عن الماب نتورك درايف عند حضرتك على الجهاز مثلا، الماب نتورك درايف ده بيشاور على شيرد فولدر اللي هو بيتكلم فيه على النيم سبيس، فبالتالي لما تفتحه اكنك بتكونكت على شير، بحيث مش كل مره هتقعد تكتب اسم الدومين، انت بتفتح الماي كمبيوتر وبتقعد ماب نتورك درايف وبتدبل كليك بتخش على شيرد فولدرز بتاعتك. طب انت عندك 1000 يوزر في الشبكه، اكيد مش هتعدي على جهاز تعمل لهم الماب نتورك درايف ده، انت ممكن تروح للجروب بوليسي، وفي الجروب بوليسي تقدر تنزل بوليسي على اليوزر، هنشوف الكلام ده في الاكتف دايركتوري بيتعمل ازاي. تعمل جروب بوليسي ان اليوزر وهو بيكونكت بيتعمل له ماب نتورك درايف، لو انت مش عاوزه يحفظ النيم سبيس علشان يكتبه عنده، سواء هيكتبه في الران سواء كان هيكتبه في الاكسبلورر، انت عايز تبسط عليه العمليه. تمام، في اسئله تانية كده بخصوص الموضوع اللي اتكلمنا عنه النهارده بخصوص الدي اف اس. عموما هو الوقت بتاع الحلقه خلص، فلو في حد عنده اسئله ممكن نرد عليها بسرعه، مفيش مشكله، انا معاكم لسه قاعدين اهو. لو في اسئله تانية بره الموضوع او هتاخد مننا وقت في شرحها او محتاجه ديمونستريشن مثلا على اللابات بتاعتنا، ممكن حد يسيب السؤال بتاعه على المنتدى او عن طريق الصفحه بتاعت الفيسبوك او الموضوع اللي احنا عاملينه على البيج او على الجروب، يعني يسيب السؤال بتاعه. مفيش اي مشكلة، انا تحت امركم في اي وقت. ان شاء الله نتقابل ميعادنا يوم الخميس الجاي الساعة 9 في الحلقة الاخيرة من مادة، ان شاء الله هنتقابل لما اتفق مع ادارة الاكاديمية هنبدأ في مادة الاكتف دايركتوري امتى، هتكون بعد اسبوع 10 ايام اسبوعين على حسب قابلية الناس، هم هيعملوا زي استفتاء كده للناس اللي حضروا يشوفوا هم عايزين يبدأوا الاكتف دايركتوري امتى، يشوفوا لو حد عنده امتحانات، حد محتاج ياخد فترة يذاكر، حد قرر يمتحن ظروفه، فاحنا هنشوف برضه رأي الأغلبية، وإن شاء الله هحاول أظبط أنا كمان ظروفي في الشغل بحيث لو عرفت أدي 3 محاضرات في الأسبوع بدل 2 عشان نمشي بريت أسرع من كده، لو معرفتش هنمشي بنفس السكيدول بتاعنا، هيكون كل يوم حد وخميس من الساعة 9 إن شاء الله. أهم حاجة بس يعني أنا طالبها منكم إن الناس تذاكر والناس تكون بتستفيد، هو ده بس اللي هيفرحني وهو ده اللي هيخليني أشد معاكم في المذاكرة والشرح والتواصل إن شاء الله. لكن ما احسش ان انا بعمل حاجه في الهوا يعني، او ان انا بقعد بس اتعب نفسي، لان فعلا والله انا مش قاعد على الانترنت بسلي نفسي ولا بسلي وقتي، ولا انا غاوي ان انا اصدع الناس، انا ممكن في حاجات كتير انا محتاج اذاكرها، يعني مش عشان خاطر ان انا شغال انا ما بطلتش مذاكره، في حاجات كتير جدا ورايا محتاج اذاكرها، في اكتر من تكنولوجي دلوقتي في 2008 محتاج اقعد اذاكر فيها، فعشان ما احسش بس ان وقتي وتعبي ده بيروح على الفاضي، فانا محتاج ان الناس يعني يا ريت تقعدوا تذاكروا، تنزلوا تداونلودوا الامتحانات في ويب سايت اسمه اكزام كوليكشن، طبعا في كتير منكم عارفه في كتير ما يعرفوش، انا هكتب لكم اسمه اكزام كوليكشن دوت كوم، هتخش على الويب سايت دوت هتلاقي جميع السيرتيفيكت موجوده في العالم كلها، مايكروسوفت سيسكو وغيره وغيره وغيره، هتدور على الاكزام صاحب الرقم 70642، ده اللي خاص بمادة الانفراستراكشر، تبدا تداونلوده وتقرا الاسئله وتذاكر، والسؤال اللي يقف معاك تبعته له على الايميل، تسيبه في المنتدى، تحطه على الفيسبوك، في اكتر من طريقه دلوقتي، ما حدش ليه حاجه، يعني التعليم شغال 24 ساعه، هخش واجاوبه وارد عليه في البرايفت، الناس عارفه ان انا برد على الناس على طول ان شاء الله ما بتاخرش، واشرحه لك واقول لك منين الاجابه الصح ومنين الاجابه الغلط.
وانت بس تنوي انك تخش الامتحان ومالكش دعوه ان شاء الله، يعني بنسبه 100% هتعدي يعني. اللي عايز يمتحن هيدخل في الانفرا، احنا دلوقتي خلصنا الانفرا يعني، هو يبدأ يذاكر الانفرا بس ويخش، وبعد كده لما نكمل بقية التراك مادة بمادة يخش الامتحان. لو عندك 8 فروع مش عايزها تطلع على الشير، عايزها تروح بس الفرع الرئيسي، يعني انت عايز الشيرد فولدر بتاعك يكون في الفرع الرئيسي بس مش موجود عندهم. اللي انت، انا فاهم، لو زي انت عشان تعمل شيرد فولدر في مكان واحد واليوزر تكونكت عليه يبقى الدي اف اس موجود. طيب تمام، ما هو اللي انا شرحته ده دلوقتي هو وداك للفرع اللي انت موجود فيه، هو ما وداكش الفرع تاني، يعني هما 3 فروع، 3 فروع فيما بينهم ريبليكيشن. انا كيوزر موجود في الفرع